تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الموعد الإخباري وهذه المساحة الإخبارية ما بعد المنتصف، والذي من خلاله نخدمكم بعديد الملفات، وعلى رأسها دائما لازلنا في متابعة الملف الدولي والحديث دائما على فلسطين ومتابعة للوضع في قطاع غزة. نقف عند تداعيات ومآلات موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار. سنتحدث عن التوقيت وعن كيفية تطبيق هذا القرار. من بين الملفات التي نطرحها في عدد اليوم نقف عند محطات تحلية مياه البحر كمشروع هام لتحقيق الأمن المائي. ومن بين ملفاتنا لنهار اليوم في الملف السياحي نقف عند تعزيز التكوين العلمي لضمان جودة المنتوج السياحي. بالإضافة إلى هذه الملفات العديد من الملفات والتقارير والروبورتاجات والنشرات والمواجيز تأتيكم في هذه المساحة الإخبارية. وقبل ذلك نستمع وإياكم إلى النشرة المحلية تقدمها الزميلة أميرة. تفاصيل النشرة المحلية. بداية وبهدف التكفل الأمثل بمرضى السرطان، نظمت بالمعهد الوطني للتكوين الشبه الطبي بولاية ورقلة الأيام الدراسية التي شارك فيها أطباء نفسانيون لاكتشاف هذا المرض عبر كل مراحله. محمد شوقي بونيف. مرض السرطان ببلادنا عرف منحا تصاعديا في عدد الإصابات، وللتكفل الأمثل بالمصابين خاصة في الجانب النفسي الذي يعد أهم عامل لنجاعة العلاج، هو ما يؤكده المختصون للحد من انتشار هذا المرض الخبيث. بالنسبة للجلسات التي نقوم بها ضروري جدا، هناك بعض النصائح ممكن نقدمها أو بعض التوجيهات، كذلك فيما يخص السلوكات الصحية الغذائية بالنسبة لمرضى السرطان. الوقاية الأولية قبل الإصابة بالمرض، الوقاية الثانوية وهي عند بداية المرض، الوقاية الثلاثية وهي عند تطور المرض أو في حالة الانتكاسة. أطباء علم النفس لأهمية هذا التخصص حتى نعطي التفاتة جديدة تقربوا لنا المفهوم، مفهوم العلمي والمفهوم الحديث، باسكو العلم راه في تطور، الطب في تطور، وناي دي زانفورماسيون غيسون سو كي نو بيرمي لا رياكسيون او نيفو دي تيغان تاعنا. نشكر المشاركين الذين اتونا من عده ولايات، من بينهم ولايه الجلفه، ولايه الواد، ولايه جلال، ولايه غردايه، ولايه لاغواط، ولايه البيض. نظن بأننا وفرنا جميع الوسائل من أجل نجاح هذه الدورة التكوينية، واللي نتمنى إن شاء الله تكون عندها نتائج إيجابية على مرضانا. توفير الدولة لمراكز مكافحة السرطان وكذا إشراك المختصين النفسانيين في العلاج سواء للمريض أو لعائلته هو ما أبرزه المشاركون في هذه الأيام الدراسية بولاية الجلفة. هذه الدورة عرفت مداخلات قيمة من نفسانيين ممارسين من عدة ولايات من الوطن. بالنسبة للمصاب أهم شيء هو يعني القيام بالفحوصات يعني بصفة دورية. من بين الأمور المهمة العلاجات يعني أصبحت يعني متوفرة في السنوات الأخيرة. سرطان اليوم بات مرض كما الأمراض المزمنة. الدولة سخرت المراكز المتخصصة الاستشفائية لمحاربة داء السرطان بأطقم طبية مجهزة، أطقم طبية فيها أطباء دي ميدسان سبيسياليست، دي ميدسان جينيراليست، دي بسيكولوج، كل يعمل في فريق طبي، والتكفل النفسي والتكفل الطبي بالأشخاص المصابين سرطان. مجهودات وإمكانيات كبيرة تبرز عمل الدولة في التكفل بالمصابين بهذا الداء الخبيث، وتبقى الوقاية والتشخيص المبكر أهم عامل للحد من الإصابة بمرض السرطان. تربويا وفي ظروف تنظيمية محكمة، تتواصل بولاية قسنطينة على غرار باقي ولايات الوطن امتحانات شهادة البكالوريا بتعداد وصل إلى 27,151 مترشحا وسط تفاؤل الممتحنين، والعينة من متوسطة بوغا برقية. مع عائشة ببريق.
مركز بوغابة رقية واحد من أصل 82 مركزا سخر لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا بولاية قسنطينة، وارتياح لمسناه لدى المترشحين بعد خروجهم من هذا المركز. في المتناول، في المتناول سأل اللقاء يدي فيه. احنا جاوبنا بالشيء اللي نعرفوه، قرينا وان شاء الله ننجحوا. صعبة شوية وشوية، كل واحد كيف. سهل الله سعيد. سهل. ورسالة بعض الأولياء بعد اجتياز الامتحان كانت: إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق، كنت تكمل هكا بربي إن شاء الله، سورتو لي بريبارا وكذا راهي بيان إن شاء الله. بربي إن شاء الله ما يبقاوش يضغطوا على ولادهم باش يستريسيهم، خليهم أليز كما كان يكون الحال إن شاء الله. والله بوندون توت لاني درنا اللي علينا، رافقناه بشي اللي قدرنا لي بسيشيكمون ماتيريالمون إيتو. واليوم بدا إن شاء الله. كل الظروف والإمكانيات تم تسخيرها لإنجاح هذا الحدث التربوي. على غرار 82 مركز التي تضمها ولاية قسنطينة، منها 28 مركز للأحرار، أحدها يتواجد بمؤسسة إعادة تأهيل بوصوف، تم تسخير أكثر من 8000 أستاذ ومؤطر لتأطير هذا الامتحان. طبعا 82 ملاحظ على مستوى كل مركز يوجد ملاحظ، كل الظروف المادية والتنظيمية مهيئة. بالتوفيق إذن لكل من اجتهد وثابر ووضع أهدافا لتحقيقها. إلى ولاية ميلا وصالون الابتكار، حيث قدم 10 العارضين من متربصي قطاع التكوين المهني والتمهين ابتكاراتهم وإبداعاتهم في ميادين مختلفة، معتمدين في ذلك على أحدث ما جادت به التكنولوجيا بغية الإسهام في تمتين أسس الاقتصاد الوطني. رضا تبرمسين. صالون ميلا للابتكار أبان عن مواهب ورقي لمنتسبي قطاع التكوين المهني والتمهين، عشرات العارضين والكل يتسابق لتقديم التميز والإضافة. الآن معنا علبة السرعات وكيفية عمل مبدأ عملها من بالترتيب، ولدينا أيضا المحرك ومبدأ عمله وكيفية تدوير المحرك. الغرض من هذا الابتكار هو إنجاز رافعة جسرية متحركة تحمل حتى 250 كيلوغرام ويمكن تحريكها يمينا وشمالا. الهدف منها هو المساهمة في عملية الصيانة في ورشات الميكانيك أو في ورشات تركيب الآلات الثقيلة، كما يمكن استخدامها في المستودعات لشحن وتفريغ البضائع. نقوم بالتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية للمنتجات الفلاحية ذات الأصل حيواني أو نباتي، وذلك من أجل ضمان الجودة والنوعية للمستهلك. العارضون اغتنموا السانحة للاحتكاك والتفتح على المواطن، وبالمرة التأكيد على امتلاك التكنولوجيا وتطويرها. هذا المعرض هو موجه للشباب، شباب متكوني ومنتسبي التكوين المهني، لإبراز كل الطاقات الموجودة عند الشباب في مجال الابتكار. وهذا المعرض هذا هو يبين واش راهو قادر الشاب الجزائري باش يقدمه للوطن، كل واحد في تخصصه، كل واحد في الشعبة نتاعو. وكاين عندنا كل المهن راهي هنا معروضة هنا في المعرض هذا. الجميل في هذه العروض أنها لم تقتصر على قطاع معين، انطلاقا من الفلاحة حتى الري وصولا إلى الإلكترونيك والميكانيك، كل هذا يبعث على الأمل في حاضر قوي ومستقبل زاهر. ونختم بالتحضيرات لموسم الاصطياف، حيث تدعم قطاع السياحة بولاية مستغانم ب14 شاطئا جديدا تم تهيئتها لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف. اسماعيل فراجي والتفاصيل. ضمانا لموسم اصطياف ناجح بكل المقاييس، تم استحداث 14 شاطئا بمستغانم، تحد رفعه القائمون لتعزيز الحظيرة الشاطئية ليصل إلى 59 شاطئا مسموحا للسباحة، حيث تجري الأشغال بوتيرة متسارعة والتي مست أيضا فتح المنافذ المؤدية للشواطئ وتعبيد الطرقات. قرار فتح هذه الشواطئ كان لعدة أسباب، وهي فك الخناق عن حركة المرور على مستوى المناطق العمرانية، فك الخناق كذلك على الشواطئ المسموحة للسباحة القديمة، وخلق نشاط اقتصادي على مستوى هذه الشواطئ. في هذا الإطار تم تخصيص مبلغ 32 مليار سنتيم لتهيئة وتجهيز هذه الشواطئ. وفرنا جميع الإمكانيات لدى العاملة بحوالي
الشاطئ الأنس والسنديباد حوالي 60 عامل، 10 آلات، وحوالي غادي تاني هاد الخمس 7 آلات هكا. إن شاء الله باش نكملوا قبل الموعد. خطوة ستقضي على الاكتظاظ في الشواطئ وستساهم في استقبال أفضل للسياح. حاجة كما نقولوا احنا تشرف ولاية مصر غانم، ومرحبا بالسياح. النتيجة تحت نقص الضغط على الشواطئ اللي راهم كاينين منذ من قبل، ونتمنوها هذه احنا مادا بينا. كي زادونا هاد الشواطئ راح ينقص شويه اكتظاظ شويه على الشواطئ اللي كانت معروفه من قبل. احنا مادا بينا انه كاين سياح بالمعنى الحرفي، انه يجوا عندنا المستغاليم. مرحبا لكل الناس تاع الولايات، ومرحبا بكم عندنا في المستغاليم، مستغاليم شابه، وان شاء الله ما تكونش غير في المستغاليم، تكون في كاع الولايات الساحليه. أشغال تهيئة سترفع لا محالة من تعداد المصطافين وتنعش القطاع السياحي بالبلاد. مشاهدينا، نشرتنا تمت، السلام عليكم. بموقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية، تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تحتل ولاية الصيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد. بمخزونها الطاقوي وثرواتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. غرار ولايات الوطن، ولاية شلف تحقق وثبة فلاحية وصناعية بفضل المشاريع المجسدة ضمن البرامج الوطنية المسطرة. التنمية تشق طريقها نحو إليزي، هذه الولاية الواعدة في مجال الاستثمار والمشاريع الكبرى في شتى المجالات. ميناء جنجل وأهميته في تعزيز الحركية الاقتصادية بجيجل عامل يشكل ركيزة حقيقية في تفعيل عمل المنطقة الصناعية ببلارة والعديد من المؤسسات الصناعية عبر الوطن. الوادي القطب الفلاحي والصناعي بامتياز تسعى إلى تحقيق المزيد من المشاريع وتنويعها إلى مجالات مختلفة. بموروثها التاريخي والحضاري تسجل المزيد من المشاريع الفلاحية والتنموية وتتأهب لانطلاقة صناعية حقيقية. للتلفزيون الجزائري مراسلكم أحمد بن مسعود من ولاية عين صالح. عبد الرحمن شباح مراسلكم من ولاية خنشلة. من ولاية الأغواط فؤاد حماني للتلفزيون الجزائري. من ولاية الصيف راسلكم السعيد بلونيس. راسلكم إبراهيم بالخير من ولاية إليزي. عبد الرحيم شمعوني مراسل التلفزيون الجزائري من ولاية جيجل. محمد العيد لبيهي من ولاية الوادي للتلفزيون الجزائري. من ولاية النعامة راسلكم عبد المجيب شادلي. كريمة لشمط التلفزيون الجزائري مراسلتكم من ولاية الشرفة. بموقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية، تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تحتل ولاية الصيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد.
بمخزونها الطاقوي وثرواتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. على غرار ولايات الوطن، ولاية شلف تحقق وثبة فلاحية وصناعية بفضل المشاريع المجسدة ضمن البرامج الوطنية المسطرة. التنمية تشق طريقها نحو إليزي، هذه الولاية الواعدة في مجال الاستثمار والمشاريع الكبرى في شتى المجالات. ميناء جنجل وأهميته في تعزيز الحركية الاقتصادية بجيجل عامل يشكل ركيزة حقيقية في تفعيل عمل المنطقة الصناعية ببلارة والعديد من المؤسسات الصناعية عبر الوطن. الوادي القطب الفلاحي والصناعي بامتياز تسعى إلى تحقيق المزيد من المشاريع وتنويعها إلى مجالات مختلفة. بموروثها التاريخي والحضاري تسجل المزيد من المشاريع الفلاحية والتنموية وتتأهب لانطلاقة صناعية حقيقية. للتلفزيون الجزائري مراسلكم أحمد بن مسعود من ولاية عين صالح. عبد الرحمن شباح مراسلكم من ولاية خنشلة. من ولاية الأغواط وأد حماني للتلفزيون الجزائري. من ولاية الصيف راسلكم السعيد بنونيس. راسلكم إبراهيم بالخير من ولاية إليزي. عبد الرحيم شمعوني مراسل التلفزيون الجزائري من ولاية جيجل. محمد العيد لبيهي من ولاية الوادي للتلفزيون الجزائري. من ولاية النعامة راسلكم عبد المجيب شادلي. كريمة لشمط التلفزيون الجزائري مراسلتكم من ولاية شلف. تحية طيبة لكم متجددة مشاهدي الكريم، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه المساحة الإخبارية والتي نقف فيها عند العديد من الملفات، وعلى رأسها كالعادة لازلنا دائما نتابع التداعيات والمآلات المتعلقة بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ونناقش في عدد اليوم بعد أن وافق مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا. يأتي هذا القرار في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وارتقاء عديد الشهداء في هذا اليوم. سنناقش هذا القرار وأيضا نناقش النقاط التي توقف عندها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، ونناقشها نقطة نقطة، وأيضا كما قلت مآلات هذا القرار كيف سينعكس على الأوضاع في قطاع غزة. لمناقشة هذا الموضوع يسعد برنامج ما بعد المنتصف باستضافة الأستاذة البروفيسور نبيلة بن يحيى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك أستاذة. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. مرحبا بك وشكرا لك على قبول دعوتي للبرنامج. إذا أمس تم الموافقة على مستوى مجلس الأمن على مشروع القرار الأمريكي، هل من حيث التوقيت أستاذة ومن حيث هذا القرار هل فيه قراءة هكذا فيما يتعلق بمنطقة يعني العلاقات الدولية، هل فيه قراءة أستاذة؟ بداية عندما نقول المشروع الأمريكي بالنسبة لموضوع جد مهم هي القضية الفلسطينية، نستشعر أن الأمر غير سليم تماما، خاصة أنه اليوم فيه تداعيات جد خطيرة في داخل الأراضي المحتلة منذ طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 ولم تتوقف هذه الحرب، في حرب استنزافية يقوم بها هذا الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة، ضف إلى ذلك المجازر اليومية التي تمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وعلى رأس أهم هيئة في هيئة الأمم المتحدة وهي مجلس الأمن. لذا في اعتقادي كأمر واقع وكمقاربات أو نظريات واقعية التي نحن ندرسها في حقل العلاقات الدولية، نعم للمشروع الأمريكي طبعا إذا توقفت هذه الحرب، إذا كان فيه هدنة على الأقل تكون لصالح الشعب الفلسطيني الذي يعيش الويلات الكثيرة من تجويع وتشريد وإبادة يعني كل مسميات التطهير العرقي هي موجودة داخل هذه الأرض المقدسة والمباركة. إذن في اعتقادي مشروع آخر يتم فيه
امتحان للقوى التي اليوم يتصنع التي او لها الحق حق الفيتو، امتحان ليس للفلسطينيين. فالفلسطينيين يتعامل مع امر واقع وكل يوم يرتقي الى الى العلي القدير كثير من الشهداء، نساء اطفالا شيوخا رجالا شبابا الى غير ذلك. اذا هو امتحان كذلك لقوة ومسار هيئة الأمم المتحدة، اين يقول مسار هذه الهيئة الدولية التي تأسست منذ عام 2000. إذا سألنا عن توقيت القرار في هذا الوقت، هل فيه يعني قراءة لمدى التأخر كل هذه المدة، مع أنه على أرض الواقع لم يتغير شيء ما عدا أن المقاومة أثبتت يعني صلابتها وصمود الشعب، بمعنى قرار متأخر وكأنه يأتي ليسعف المعتدي أكثر منه لينصف المظلوم. يعني سؤال مهم جدا، يعني هذا القرار جاء ضمن توقيت وكأنه داخل الكيان فيه، وليس كأنه يعني عندما نقول كأنه فيه تشبيه، ولكن أجزم أن العديد من الاستقالات التي مست قيادة الأركان، أركان الحرب وحكومة الحرب التي أعلنها الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة منذ طوفان الأقصى، يعني لما ننظر بأمر واقع بين مقاربتين، المقاربة الصهيونية التي تملك أدق وسائل التكنولوجيات العسكرية الحديثة والتي جربتها داخل الأراضي وجربتها على الفلسطينيين العزل، وأمام كما يقولون ضد فصيل صغير جدا لا يملك مثل مقاومات هذا الكيان. إذن في اعتقادي هذه الاستقالات التي جاءت داخل قيادة أركان الحرب ليس استقالة فقط أهم شخصية سياسية أمنية، استقالت غانيتس واستقالات وتبعته استقالات أخرى خمسة منها، وفيه تهديدات على أن هذه الحكومة الصهيونية حكومة يمينية متطرفة قاموا بشخصنة هذا الاعتداء، على الرغم بين مزدوجتين هذا الاعتداء ليس اعتداء شخصي وإنما اعتداء لاستراتيجية ممنهجة لاستمرار الحرب ليس داخل فلسطين ولكن لتمتد إلى دول نقاط جغرافية أخرى، وكان ممكن جدا ستكون في لبنان وغيرها، وتم ضرب لبنان وممكن تروح تذهب إلى العراق وغيرها. إذن في اعتقادي هذا التوقيت لطرح هذه الهدنة بين مزدوجتين نظرا لما يعيشه الكيان الصهيوني من إخفاقات سياسية جدا، إخفاقات سياسية أمنية عسكرية داخل هذا الكيان، وانقسامات تكاد تسقطه في متاهات، بل أسقطته في متاهات جيوستراتيجية جد مهينة. النقطة الثانية، حتى الرؤية الغربية أو الرأي العام الغربي لم يكن يتوقع أن يكون له هذه الهزة وهذا الطرح وهذا الموقف ضد الكيان الصهيوني من دور الضحية التي مارته هذا الكيان من تأسيسه 48 إلى 75 سنة. فجأة السردية تسقط هكذا، يعني بدون أين هي مراكز الفكر؟ تقريبا أغلب مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الغربية كلها هذا اللوبي الصهيوني متمكن منها، فكيف لفكر أو كيف لرأي عام غربي أمريكي أوروبي أن ينقلب عن هذا الفكر الصهيوني بهذه السهولة نتيجة مقاومة من المنظور الصهيوني والمنظور العالمي والقيادات العسكرية العالمية؟ من المفروض أنها ضعيفة ولن تستمر، لكنها استمرت قرابة أكثر من 249 أو 249 يوم تحديدا، وإخفاق سياسي عسكري أمني داخل هذا الكيان مقابل قوة واستمرار المقاومة رغم ما تقدمه من عدد
هائل من الشهداء والجرحى والمشردين وغيرها. نعم. هكذا نعم. هي التكلفة من أجل تحرير الأوطان. قبل أن أتي كما قلت إلى النقاط التي تفضل بها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يعني عطفا على هذا القرار، فيه من يتابع هذا القرار على أنه المقاومة وإن أبدت يعني موقف إيجابي من هذا القرار، ولكن التفاصيل فيه كثير ما يقال. عندما هذا المشروع يقدم هكذا دون أن يقدم ضمانات للمقاومة على أن الكيان سيوقف الحرب نهائيا وأيضا سينسحب من القطاع، وهذا تقريبا الشرط أو الشرطان اللذان تركز عليهم كثير المقاومة، لأنه قد يقابل هذه التكلفة التي دفعتها يعني دفعها قطاع غزة، قد يقابله هذا الثمن يعني الانسحاب والتوقيف الفوري لوقف إطلاق النار. ولكن هذا المشروع لا يناقش هذه الجزئية، يناقش فقط جزئية إطلاق الأسرى دون ما أي شرط من طرف المقاومة، بمعنى التفاصيل تبقى يعني فيها أخذ وعطاء. صحيح كما أشرتم، يعني التفاصيل فيها أخذ وعطاء، وهنا تحل المفاوضات إن صح التعبير، والمفاوضات فيها مفاوضات وفيها مساومات. إذا كيف سيساوم هنا ليس الطرف الفلسطيني وإنما الطرف الصهيوني. فالطرف الفلسطيني موضوع المقاومة أصبح موضوع قار وثابت لتحرير لم نعد نتحدث عن تسوية القضية الفلسطينية بعدما وصلت إلى نقطة تاريخية معينة وهي تصفية القضية الفلسطينية إثر مشاريع عدة قدمها الكيان الصهيوني من استيطان، من تهويد لمنطقة القدس، من تشريد، من تهجير قسري إلى موضوع اللاجئين إلى غير ذلك. لكن اليوم الذي سيساوم القضية إلى أصلها يعني فيه قلب لموازين لم يكن يتوقع لها من طرف المقاربة الغربية والصهيونية. عندما نتحدث عن المقاربة الغربية بقيادة أمريكية وأوروبية وصهيونية، إذن اليوم نشهد تغييرات أو مدخلات جديدة في بنية التفكير الاستراتيجي العالمي. يعني هذه المقاومة صنعت الحدث السياسي أو قبل كل صنعت الحدث التاريخي إلى عودة القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية وبقوة بفضل الدبلوماسية الجزائرية. أكيد. يعني كانت فرصة جد سانحة على عضوية مجلس الأمن، ولو أنها عضوية غير دائمة ليس لها هذا الحق الفيتو، لكن كانت قوة الحضور بصدقية الدفاع الذي مارسه الجزائر بمعية طبعا العشر الأعضاء غير الدائمين وبمعية كذلك الدول داخل الجمعية الصديقة والشقيقة إلى غير ذلك. إذن كما أشرتم منذ لحظات الهدنة وافقت عليها حركة حماس إن صح التعبير، أو وافقت عليها المقاومة، الموقف الإيجابي بمعنى إيجابية من القوة. فهذه يعني رسالة إلى الرأي العام العالمي، ورسالة كذلك إلى صناع القرار في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الرئيس الأمريكي بايدن، وإلى رئيس الوزراء الصهيوني، وإلى المجتمع الأوروبي الاتحاد الأوروبي، أن الإشكالية ليست في محور المقاومة، فهي تقبل الهدنة ومستعدة لوقف إطلاق النار. ولكن كما ذكرتم هذه التفاصيل أين يعني كما يقال في التفاصيل مكمن أو يكون الشيطان. إذن فهذه التفاصيل هل يتفق عليها؟ فهنا حدث الكر والفر بين بما أنه موضوع حرب بين الجهتين، وفيه تفاعل دولي مع القضية الفلسطينية لأول مرة في التاريخ السياسي الراهن. ترفع فري بالستاين على 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 أماكن أو في أماكن لم يكن يتوقع أن تكون. لذا في اعتقادي هذه الهدنة هي متجهة في مسار الكيان الصهيوني أكثر من مسار القضية الفلسطينية. فالقضية الفلسطينية اليوم الجميع معها، الآن الذي هو ضد
هذه الحرب وهذا التطهير العرقي وهذه الإبادة هو ضد الكيان الصهيوني. لذا هنالك تشنج في العديد من الفاعلين السياسيين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي، يعني المؤسسة التنفيذية والتشريعية والشعب الأمريكي والأحزاب والحزبين الأمريكي، يعني هناك إحراج سياسي إن صح التعبير بالنسبة للنظام السياسي الأمريكي، وفي إحراج كذلك سياسي الاتحاد الأوروبي. يعني الموقف موجود، الرأي موجود، لكن الموقف يبقى محدود جدا. فالجزائر موقفها واضح جدا في مسألة القضايا العادلة، وتبقى القضية الفلسطينية على رأس هذه القضية العادلة. نعم نحن مع الهدنة، ولكن هذه الهدنة يجب أن تكون عادلة بالنسبة للطرف المتضرر والأكثر ضرراً وهو الشعب الفلسطيني. نعم، على أرض الواقع أستاذة، كيف يمكن ربما تحقيق هذا القرار، خاصة عندما تحدث المقاوة عن مسألة من يضمن تنفيذ هذا القرار؟ من يضمن بأنه عندما تتم المقاومة إطلاق يعني الأسرى، من يضمن على أن الاحتلال لن يعود مرة أخرى لاعتقالهم أو مرة أخرى لشن الحرب؟ وهنا المقاومة تركز كثيرا على مسألة من يضمن لنا على أن الاحتلال لن يعود ولن يعاود هذا يعني هذه المأساة في قطاع غزة. فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، كيف من هو الضامن عادة في مسائل مثل هذه؟ يعني ذكرت نقطة مهمة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. العلاقات الدولية والسياسة كما ذكرتها في عدة محطات هي فن الممكن. يعني من الصعب جدا أن نضمن القرارات السياسية الدولية في لحظة نحن نعيش حربا صحيح هي داخل الأراضي المحتلة، لكن صداها امتد إلى كل الوحدات السياسية، سواء بالنسبة للنظام الإقليمي العربي وبالنسبة للمنظومة الإفريقية والمنظومة الغربية في شقها الأمريكي والأوروبي. يعني في اعتقادي مسألة الضمان صعب جدا أن نحددها في مسألة الحروب، لكن لأول مرة المقاومة الفلسطينية لها من الإنجازات، أنجزت فعلا تاريخيا قويا وأمنيا وسياسيا بتحررها، بأن كانت داخل فلسطين والآن أصبح صداها خارج الأراضي المحتلة، كفعل إيجابي نتيجة ما يقترفه الكيان الصهيوني داخل هذه الأرض. فأصبح لفعل المقاومة هذه يعني تفاعل دولي وشرعية دولية، لكن من خلال الرأي العام الذي يتفق مع أو يوافق فعل المقاومة مع يعني نوع من يعني بالنسبة للكيان الصهيوني فيه يعني استنفار لما يقوم به داخل الأراضي المحتلة. إذن في اعتقالي مضمون أو موضوع ومضمون الضمان يبقى نسبي وبنسبية قليلة جدا حتى يتحقق السلام في المنطقة وتحديدا داخل الأراضي المحتلة. نعم، وكما قلنا عطفا على هذا القرار، كان ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة يعني قدم العديد من النقاط كأولوية في التفاعل مع هذا القرار، وتحدث على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر ولن يرضى بأن يعيش تحت نيف الاحتلال. والأكيد أنه كما قلت ما يقدمه الشعب الفلسطيني من صمود ومن شهداء وكذا إلا يعني مقابل هذه النقطة التي تحدث عنها ممثل الجزائر، الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن طموحاته في التحرر. هذه كلمة قوية، مسألة التحرر ليس فقط قطاع غزة وإنما يعني الأراضي المحتلة كلها في فلسطين. أكيد، يعني عندما يكون ممثل الجزائر في مجلس الأمن ويتكلم عن التحرر، فنحن نفهم معنى كلمة التحرر كأكبر حركة تحرر عالمية وليست وحسب وطنية. إذن المساعي التي تقوم بها الجزائر في سبيل
ومن أجل أن يسمع صوت المقاومة وصوت الشعب الفلسطيني وتوقيف هذه الحرب الظالمة لداخل الأراضي المحتلة. إذن في اعتقادي أن المقاومة ستستمر وستستمر بسياقات أخرى غير التي كانت عليه في السابق، فمنذ بداية الانتفاضة الفلسطينية عام 1987 إذن أصبح لها هذا العرف إن صح التعبير في المقاومة وفي الأهلية في معرفة العدو بطريقة دقيقة جدا. بعدما كانت العقيدة العسكرية الصهيونية تمارس عقيدة نقل الحرب إلى أرض العدو، فسقطت هذه العقيدة الأمنية العسكرية إثر وجود هذه المقاومة بعد طوفان الأقصى 7 أكتوبر، وأصبحت هذه العقيدة انقلبت على الصهاينة بحكم نراه من الانقسامات الداخلية، رغم أن الكيان الصهيوني أراد بكل الطرق سواء الجوسسة أو إعلاميا أو بطرق أخرى، طرق الاختراق الفكري والسياسي والإعلامي، أن يعزز مقولة الانفصال الفصائل أو غير، لكن كانت المقاومة على صوت واحد وهو تحرير الأراضي الفلسطينية. كان فيها رهان أيضا عن فك المقاومة عن الشعب الفلسطيني أو عن تبني الشعب الفلسطيني لروح المقاومة، خاصة عندما حملوا المقاومة المسؤولية فيما يحدث الآن، ولكن الشعب الفلسطيني تمسك أكثر بمقاومته وأصبح كل فرد فلسطيني إلا ويحمل روح المقاومة ويعتبر نفسه مقاوم. بمعنى هذا الرهان على هذه المسألة أيضا فشلت خلال هذه 8 سنوات وأيضا في 8 أشهر أقول وفي السنوات الفارغة. نعم نعم، يعني عندما تصفح الإعلام الغربي عامة نجدهم أنهم يتحدثون عن حرب الكيان الصهيوني مع فصيل معين، وكأن هذا الفصيل يمثل مجموعة بسيطة من الناس، لكن نحن نتحدث عن مقاومة شاملة عامة. وهنا سقطت العقيدة الصهيونية مرة أخرى ضمن أفكارها العنصرية، ضمن أفكارها الإرهابية الإجرامية، لأنه هي تابعة لفكر عام للحركة الصهيونية التي تبعث كل ما هو عنصري، كل ما هو يحدد إطار مع الشعوب الأخرى. لذا في اعتقادي المقاومة لا تمثل فصيلا معينا، وهذا هو الخطأ الذي وقع في تقريب كل الإعلام الغربي، والجزائر في كل إعلامها من هذا المنبر إلى منبر آخر نتحدث عن مقاومة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني. يعني أما بالنسبة للفصل كلها تصب بفعل المقاومة من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية. الجزائر كان سبق لها وأن جمعت كل الفصائل هنا في الجزائر، وكأنها كخطوة سبحان الله استباقية. نعم لما يحدث اليوم. ايضا ممثل الجزائر تحدث على انه فيه يعني ليس شبه تاكيد ولكن تاكيد 100% على ان الجزائر تدعم المطالب الشرعيه والعادله للشعب الفلسطيني. وهنا مساله العداله فيما يطلبه الشعب الفلسطيني، يطلبه دوله يعني مستقله وفق الشرعيه الدوليه، وفق القانون الدولي، وفق ايضا المنطق التاريخي والجغرافي لهذا يعني لهذه المكان من العالم. بين الفلسطينيين لم يعتدوا ولم يعني يجتاحوا مكان، انما هي ارضهم، وهذا تاكيد من طرف ممثل الجزائر لدى الامم المتحده. يعني ممثل الجزائر للامم المتحده كان ينطلق من واقع صحيح سليم، ليس مثل ما تم الترويج له منذ عام 1948 إثراء منظومة إقليمية ودولية صنعت لهذا الحدث الدخيل اللي هو الكيان الصهيوني، بعد اتفاقية سايكس بيكو إلى بيلفور إلى وعد بيلفور إلى الانتدام البريطاني الذي أسس لهذا الكيان، ثم كانت منظومة دولية تقريبا كل الدول العربية كانت تحت الانتداب أو الحماية أو الاستعمار. فقط بالنسبة للأمم المتحدة كان في 50 دولة والباقي كان مستعمرا. يعني من 48 الذي تأسس فيها الكيان في ظرف دولي
كان مأزوما جدا. اليوم تقريبا كل بلد مشغل بنفسه، يعني كل بلد مشغل بشأنه الداخلي داخلي، وكان تقريبا كل الدول تحت نير الاستعمار بما فيها الجزائر قرن 32 سنة. إذا اليوم قرابة 72 75 سنة، يعني 76 سنة من 48 إلى 2024 أغلب الدول هي مستقلة. رؤى أخرى جديدة تتناولها هذه الوحدات السياسية التي تسعى إلى أن تدخل بنية النظام السياسي الدولي بأجندة سياسية أمنية اقتصادية. نحن متواجدون على الساحة السياسية والاقتصادية وفق رؤية تعاونية تشاركية، لكن يجب أن نضع النقاط فوق الأحرف بما فيها إصلاح هيئة الأمم المتحدة والمقاربة الجزائرية كانت واضح التمثيل العادل داخل هذا المجلس. العالم أكبر من 5 دول كما يقال، جدا 5 دول تتحكم في كل في مصيرية وحتى عملية إدارة النزاعات الدولية وهذه الحروب يتم إدارتها بالكيل بالمكيالين. يعني كيف لهذه القضية منذ الاحتلال الصهيوني 1848 إلى هذه اللحظة لم يوجد لها، التي أصدرتها كلها مجحفة في حق الشعب الفلسطيني، معلقة. لكن لأول مرة في التاريخ السياسي للفلسطينيين 143 دولة داخل جمعية الأمم المتحدة توافق أن تكون عضوا ذات سيادة داخل هذه الجمعية. إذن عندما تصل الجمعية إلى هذا القوة وبتوصيات إجماع كبير جدا من 192 دولة، 143 دولة صادقت، يبقى مجلس الأمن، يبقى الإشكاليات داخل بنية مجلس، داخل اللجان الذي تؤسس مجلس الأمن، لجنة الخبراء، لجنة أركان الحرب وغيرها. لكن التغيير قادم، أنا متأكدة من وجازمة وليس بنسبية أن التغيير قادم لصالح الشعوب العربية. 10 دول إفريقية اجتمعت أمس يعني في الجزائر ونادت بأن إفريقيا لابد أن تتخلص من هذا الصوت الصامت يعني داخل هذه الهيئات الدولية، لأنها إفريقيا بكثافتها السكانية بعدد دولها أيضا يعني تمثيلها في الهيئة الدولية لابد أن يكون صوتها مسموع، خاصة في مثل هذه القضايا الحاسمة المتعلقة بالإنسانية. بمعنى فيه نظام دولي جديد أيضا يتشكل، حتى القطبية الأحادية وحتى ربما يعني الانفراد بالرأي أصبح يعني يتفكك شيئا فشيئا أستاذة، من خلال ربما هذا الطوفان الأقصى الذي حقيقة يعني خلق يعني تفاعل كبير جدا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. طوفان الأقصى ليس فعلا فلسطينيا وحسب، وإنما طوفان الأقصى أصبح فعلا عربيا إسلاميا إفريقيا ودوليا دولية. يعني حرر حتى كما أشرت إلى هذا الهدوء وهذا الصمت السلبي الذي لم يكن يخدم القضايا العادلة إن صح التعبير. فجاء طوفان الأقصى فلا بد من التغيير، سيكون آتي، والتغيير سيأتي بطريقة سلسة ويجبر المجموعة الدولية أن تغير مسارها في رؤيتها للكثير من القضايا. ف البعث أو البعثات الدبلوماسية المتواجدة من ضمنها البعثات الدبلوماسية الإفريقية والبعثات الدبلوماسية العربية والبعثات الدبلوماسية حتى الأوروبية هي تراقب هذا المشهد السياسي الدولي. وعندما نتحدث اليوم صوتها أصبح عندما تعترف بفلسطين كدولة فلسطين وانضمت إلى جنوب إفريقيا في ملاحقة وسلوفينيا كذلك اعترفت. إذن فيه تضارب لمصالح لم يكن يستشرف لها في لحظة من الزمن القريب جدا. اليوم القرن 21 نشهد فيه تغيرات جذرية وليس من الجذور. بعد كل مخرجات الحرب العالمية الثانية والتي صنعت المنتصرون في الحرب الذين هم داخل مجلس الأمن، هناك منتصرون جدد في تغيير وهم مثل الجزائر وغيرها من المنظومة التحرورية، ستصنع الحدث السياسي مرة أخرى بمعية هذه المجموعة 10 داخل القارة، بمعية الاتحاد الإفريقي أكبر تنظيم إقليمي 55 دولة التي هي داخل عضو داخل هذا الاتحاد الإفريقي، ستغير العديد من المسارات بفعل هذه الحركية الدبلوماسية التي صنعتها الجزائر
ضمن عضويتها داخل مجلس الأمن، وصنعتها كذلك ضمن حركة الانحياز فقط في هذا المدة الزمنية، كذلك مع الاجتماعات والعلاقات الثنائية مع الدول. إذن في اعتقادي القضية الفلسطينية من التصفية إلى التدويل هذه القضية نحو مخرجات أخرى ستغير عفوا بنية النظام السياسي الإقليمي العربي وكذلك الدولي. نعم، أيضا بين النقاط التي تحدث عنها ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، تكلم على أنه إعادة الإعمار والجزائر ستكون مع المجموعة الدولية في ما يتعلق بهذا الدمار الذي يحتاج إلى سنوات وسنوات حتى يعاد إعمار غزة. الجزائر الأكيد أنها أبدت استعدادها مع المجموعة الدولية للمساعدة والمساهمة في إعادة إعمار هذا الدمار. كما قلنا الكامير، سويت المباني بالأرض والبنى التحتية كلها هدمت، وكما قلنا هذه التكلفة لابد أن تكون من أجل تحرير الوطن، ولكن الجزائر تؤكد على استعدادها الدائم للمساهمة في إعادة الإعمار إن تم الاتفاق على كل شيء. بعد ذلك إعادة الإعمار مسألة أخرى على كل حال. صحيح، نحن أعتقد أن المجموعة الدولية تتحدث عن ما بعد الحرب. عندما نتحدث عن ما بعد الحرب أكيد س كما قال فيه بصيص أمل، كما قال ممثل الجزائر. نعم، فيه بصيص أمل من خلال الأمل. القرار. نعم، يعني عندما نتحدث عن ما بعد الحرب بمعنى فيه مشروع لإعادة الهدوء والحياة إلى الأراضي المحتلة، ولو أن الأمر جد صعب مع تحطم كلي للبنى التحتية داخل قطاع غزة تحديدا وكل ما يحيط قطاع غزة. فقط بالنسبة يعني بالنسبة لمركز فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر هو ما زال محاصرا، نفس الشيء بالنسبة لرفح. إذن جنوب قطاع غزة ما زالت الكيان الصهيوني يمارس كل الضربات العسكرية داخل قطاع غزة بكل نقاطها الجغرافية، لكن يبقى أن المرافعة التي تقوم بها الجزائر نحو إعمار منطقة أو قطاع غزة، طبعا بعد الدفع بالمساعدات الإنسانية داخل الأراضي المحتلة. وفي نفس الوقت إذا تحدثنا عن الإعمار فالمشروع القادم هو أن الحرب لا محالة ستتوقف، والتغيير الحقيقي أو التغيير الأكيد أنه سيكون داخل هذا الكيان الصهيوني، نظرا لهذه الانقسامات الخطيرة التي تحدث في بيئته السياسية والأمنية والعسكرية. إذن في اعتقادي عندما تصل أو يتجدد ممكن هو مطروح مشروع انتخابات جديدة داخل هذا الكيان، مع الانتخابات الجديدة مع الهجرة العكسية التي يشهدها هذا الكيان، هناك هجرة عكسية قوية جدا متجهة نحو أوروبا واليونان وغيرها، رغم أننا نتحدث عن الهجرة القسرية التي تمارس على الشعب الفلسطيني، لكن إعلاميا لا نتحدث عن الهجرة العكسية التي تحدث داخل هذا الكيان الدخيل في قلب الأمة العربية والإسلامية. إذن في اعتقادي ما بعد الإعمار أو ما بعد الحرب ستتفق كل المجموعات التي تؤمن بالإنسانية، التي تؤمن بمقاربة أنسنة القضايا العادلة، ستعمر فلسطين سواء كانت من المجموعات القريبة اللي هي النظام الإقليمي العربي أو البعيدة بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، ممثل الجزائر أيضا تحدث عن نقطة مهمة ومن أقوى النقاط ربما في تفاعله مع هذا المشروع المقدم، قال إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة ستتكرر الأزمة أو ستتكرر الكوارث من جديد، بمعنى حتى وإن جلسنا من أجل حل هذا الموضوع لابد أن يحل على أسس قوية. إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية، بمعنى ما الذي أدى إلى طوفان الأقصى، ما الذي أدى إلى أن هذه الفصائل تقاتل من أجل تحرير وطنها، بمعنى فلسطين لم تكن في أحسن أحوالها قبل طوفان الأقصى، بالعكس كانت يعني منطقة مخنوقة تمارس عليها كل أنواع يعني للاحتلال والتعذيب والاعتقالات والقتل. ضرورة حل هذه المشاكل هذه المسائل حتى بعد ذلك نتحدث عن على أن القضية حقيقة حلت بطريقة عادلة.
يعني إزالة هذه الأسباب التي تؤدينا عادة إلى تأزم الحالة كل مرة من جديد. أستاذ، أنا أعرف أن مبدأ الحتمية يقول أن نفس الأسباب تؤدي لنفس النتائج، لذا إذا استمرت نفس الأسباب التي موجودة عليها اليوم الأراضي المحتلة ستستمر نفس النتائج. لذا كانت سنة سنتين تتكرر. لذا كانت المقاربة الجزائرية واضحة، الجزائر لا تبحث عن حلول مؤقتة وإنما تبحث عن حل جذري لكل القضايا العادلة بما فيها القضية الفلسطينية. واليوم نعيش الحدث الفلسطيني بكل عناصره، إنسانيا، أمنيا، عسكريا، اقتصاديا. يعني الجزائر في مجلس الأمن تغتنم فرصة عضويتها بكل الوسائل الشرعية والدبلوماسية والسياسية لإقرار أو لأن يكون هناك قرارا فاصلا مفصليا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأننا لا نبحث عن حلول مؤقتة للشعب الفلسطيني ولهذه القضية. ليست مسألة وإنما هي قضية محورية تخص استقرار المنطقة ككل. لذا كانت الجزائر حاضرة بهذه الدبلوماسية وبحنكتها السياسية نتيجة هذا المسار التاريخي. الوساطات الجزائرية كانت معروفة، كل وساطة جزائرية ناجحة. فاليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتفل بيوم تحرير رهائنها بفضل الدبلوماسية الجزائرية، بفضل هذه الوساطة وهذه الحنكة والحكمة التي حباها الله سبحانه وتعالى بها. حتى اليوم أعطاها مصداقية وصدقية، فهي صادقة في وضعها أو في تحليلها للأوضاع مع تقديمها للحلول دون أي كما يقال دون أي مصلحة. نبحث عن أنسنة هذه الأممية التي المطروحة الآن، فهيئة الأمم المتحدة جاءت من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، فالمرافعة الإنسانية قبل كل شيء ثم تأتي المرافعات الأخرى. فالجزائر وفلسطين هناك لحمة تاريخية من أبو الغوث أبو مدين الغوث إلى صلاح الدين الأيوبي إلى حارة المغاربة التي هي الجزء الكبير من الجزائر الموجودين. إذن هنالك ارتباط تاريخي عضوي منسجم مع الأفكار التحررية التي تحملها الجزائر مع القضية الفلسطينية. إذن كما قلت منذ بداية هذا المحور أننا نبحث أو الجزائر بدبلوماسيها بسياسيها بأحرارها كذلك متواجدين عبر العالم نبحث عن حلول ليست مؤقتة ولكن جذرية للقضية القضية الفلسطينية، خاصة بعد أن تم تدويلها والاعتراف ليس شجاع وإنما الاعتراف بكرامة الشعب الفلسطيني. لم أصبح صوته عالي ضمن كل الوحدات السياسية وتحديدا المنظومة الغربية، أين تركزت المركزية الغربية بمحو هذا الأطر الإنسانية، فانقلبت الكثير من الأوضاع. ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا وصلنا إلى هذه المرحلة. طبعا فيه الكثير من الشهداء يسقطون، لكن في نفس الوقت سيتحرر الفكر الإنساني من العديد من البرمجيات والخوارزميات التي تصنع إنسانا هجينا لا يتفاعل مع قضايا أمته. ونحن نبحث عن هذا الإنسان الذي يحمل هم الأمة والجزائري يحمل هم هذه الأمة. واليوم مع القضية الفلسطينية ونستمر طبعا مع أي قضية في التي تحمل هذا البعد الإنساني والبعد التحرري. نعم، فيما تبقى معنا من وقت حوالي 6 دقائق أستاذة، لو نعود إلى لو نعود إلى مسألة كما قلنا هذا المشروع المقدم أمس وتم الموافقة عليه ب14 صوتا، غير أن الكيان لا زال يمارس ميدانيا القتل والتهجير والتضييق. كل تقريبا المستشفيات قد توقفت وتعطلت عن تقديم خدماتها. مسألة المساعدات هي شحيحة جدا، فيه مساعدات يعني ضئيلة جدا تدخل، بمعنى الكيان على ماذا يراهن عندما يصعد؟ ويعني مجزرة نصيرات قبل يومين أو 3 أيام، عدد كبير جدا في يوم واحد من الشهداء، بمعنى لماذا هذا التخبط عند الكيان؟ هل يريد أن يحقق هكذا يعني انتصارات وهمية على الأقل
يجابه بها أو يقابل بها الجبهة الداخلية التي أصبحت تضغط عليه من أجل ربما توقيف هذه الحرب والانسحاب من قطاع غزة، بمعنى لم يبقى له إلى هذا المنفذ، يعني الطريق الوحيد. المشكل عند الكيان الصهيوني أن نفس النمطية التفكير الذي تأسس عليها ما زالت موجودة، نفس النمطية التفكير التي جاءت بمؤشرات الحرب ومؤشرات إنهاء الطرف الآخر وهو الطرف الفلسطيني ما زالت مستمرة. منطلق عنصري منطلق التاريخ الأسطوري إن صحت، يعني تم أسطرة التاريخ الصهيوني ليجد له أحقية في هذه الأرض كما يسميها الأرض الموعودة. لكن في اعتقادي العديد من المتغيرات الجديدة دخلت ضمن التفكير الاستراتيجي العالمي، لكن هذه النمطية، هذه السردية وهذه النرجسية إن صح التعبير الذي ما زال يمارسها في عقيدته من العقيدة الصهيونية إلى العسكرية إلى ما زال مستمر، بدليل أنه فقط الأمس القيادات العسكرية طالبت بأكثر من 4000 جندي احتياطي آخر لاستمرار في الحرب. يعني أي ناس ستستمر هذه العملية وأنت باعتراف كبار العسكريين والضباط يعني برتب عالية جدا بخسارتهم وانهزامهم أمام حرب لم يفهموا كيف انطلقت ولماذا استمرت لمدة 249 يوم، على الرغم بالمنطق الصهيوني، بالمنطق الآليات العسكرية التي والاستخبارات والاختراقات العالمية وكذا. من المفروض أن الحرب حسمت منذ أسبوع، هكذا تحدثوهم، هكذا أعلنوها في وسائل إعلامهم وهكذا أعلنوها عالميا، لكن الإشارات أنه هذا الاستمرارية في المقاومة وهذه القوة التي تشبعت منها المقاومة منذ الانتفاضة أطفال الحجارة إلى هذه اللحظة فأسطرت التاريخ، سقط مرة أخرى وأسقط هذا الكيان في جبروته، في إجرامه وإرهابه الذي بات على العلن، فكل وسائل التواصل الاجتماعي هي ملكية هذا الكيان، لكن أصبحت الجرائم على مسمع ومرأة بوسائله التي أراد أن يغطيها هنا وهناك من خلال الهاكرز، من خلال فاك نيوز، يعني إلى غير ذلك، لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا أمام قوة الدفع التي تمارسها المقاومة وقوة الوعي الجمعي العالمي الذي لم يستطع كذلك مناهضته. وأصبحت غزة الآن تعتبر أكبر وأكثر منطقة صورت في القرن 21 نظير الاهتمام الإعلامي الكبير بهذا الموضوع. في تعليق في حوالي دقيقة ونصف أو دقيقتين، المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أعلن أمس على أن 150 صحفي تم يعني استهدافه مباشرة وسقطوا الشهداء. أيضا الكيان يراهن على استهداف الإعلامي لأنهم فضحوه أمام العالم من خلال يعني سواء المسموع أو الصورة أو حتى ربما مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك يستهدفهم من أجل التعتيم. أستاذ، نعم، الإشكال أن لم يسلم منه أحد، لم يسلم منه أحد حتى وإن كان هذا الإعلامي أجنبي، حتى كان أمريكي أوروبي، فبالنسبة له أنه يمثل الصورة التي سيقدمها للآخر ويكشف فيها ويفضح بها ما يقوم بهذا الكيان الصهيوني من مجازر ومن تطهير عرقي لهذا الشعب الأعزل. يعني هم يقولون أنهم يضربون المقاومة في شقها العسكري، لكن في حقيقة الأمر هم يقتلون بطريقة عشوائية ومستهدفة للمخيمات، للمستشفيات، إلى غير ذلك. إذن الجبهة التي يتحرك منها الكيان الصهيوني باتت جبهة مغلقة وضيقة عليهم مقارنة بالجبهة التي يقاوم منها الشعب الفلسطيني رغم كل ما يحدث لهم من تشريد و إلا أنني أتصور
أن الأيام المقبلة ومع قرابة العام 2025 ستكون فيه تغييرات جذرية وهيكلية فيما يتعلق القضية الفلسطينية، وستكون القضية الفلسطينية صنعت الحدث مرة أخرى بفعل الدبلوماسية الجزائرية وبفعل أحرار العالم كذلك. صحيح، إذن خطوة مهمة هذا القرار أستاذة فيما يتعلق بتداعيات القضية. فقط كما قلنا سنقف على التفاصيل ونتمنى إن شاء الله أن تكون في صالح المقاومة والشعب الفلسطيني. ستكون بإذن الله في صالح المقاومة الفلسطينية وفي صالح جميع الأحرار، لأنها هذه القضية لم تعد قضية كما قلنا منذ بداية الحصة تخص الشعب الفلسطيني، وإنما تخص تحرير العقول بصفة عامة. هنالك منظومة قيمية، فمقاومة صحيح هي تتعلق بحرب واقعة أمام الأرض في الداخل الأراضي المحتلة، لكن هنالك منظومة قيم كانت متجذرة في الوعي العالمي في تحرير لهذه العقول، وفي تحرير كذلك لمناهج عدة ستكون يعني مخرجاتها في صالح العديد من المشاريع، كان المشروع سياسيا تاريخيا أمنيا، تعلق الأمر بالقضية الفلسطينية أو بقضايا أخرى، وستكون الجزائر نقطة محورية ضمن هذه المشاريع القادمة إن شاء الله. تواصل الجزائر في جمع بين قوسين الحلفاء أستاذ أيضا لتبني هذا القرار، ولكن كما قلنا بما يخدم المقاومة وبما يخدم هذه التضحيات الكبيرة المقدمة من طرف الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة. بمعنى الجزائر ستعمل دائما دبلوماسيا على حصد ربما أكبر عدد ممكن من الدول التي يمكن الاعتراف بدولة فلسطين حتى تكون دولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة. الجهد الدبلوماسي الجزائري لا زال متواصل من أجل إنصاف هذه القضية. طبعا أكيد الجهد الدبلوماسي الجزائري ليس فقط منذ أن كان من أصبحت الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن، حتى من قبل كانت في نصرة القضية الفلسطينية كما ذكرتم منذ لحظات. في عام 1988 أسست أو لدولة فلسطين، كذلك في 2022 جمعت الفصائل الفلسطينية بالنقاط التسعة التي حددت. إذن الجزائر دائما منصفة للقضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. بروفيسورة نبيلة بن يحيى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على ما ساهمتي به معنا في عدد اليوم. أدعوك وأدعو المشاهد الكريم لمتابعة موجز لأهم الأنباء تقدمه لنا زميلة كريمة مايدي من غرفة الأخبار. تفضلي كريم. شكرا جزيلا عبد الغني، ونلتقي مشاهدينا بعد الفاصل. منتصف. شكرا لك كريمة مادي، كنت معنا من غرفة الأخبار وقدمت لنا هذا الموجز الإخباري. نرحب بكم مشاهدي الكريم من جديد دائما مع برنامجكم بعد المنتصف الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، ونواصل في عرض ملفاتنا لنهار اليوم. وصلنا معكم إلى حد الآن إلى ملفنا الثاني، والذي من خلاله سنناقش ونتحدث عن محطات تحلية مياه البحر باعتبارها مشاريع هامة لتحقيق الأمن المائي. نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي تهدف كما قلنا لتلبية حاجيات المواطنين الجزائريين من توفير مياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر، وفيه نسب تسعى إليها الجزائر لتحقيقها فيما يتعلق بالسنوات القليلة القادمة. والحديث عن هذا الموضوع يسعد برنامج ما بعد المنتصف باستضافة السيد مولود حشلات مسؤول الاتصال بالشركة الجزائرية للطاقة فرع سونطرك. هكذا. نعم، مرحبا بك زميلنا مولود. شكرا جزيلا على كرم الاستضافة. العفو. بداية نتحدث عن هذه المشاريع الكبرى المتعلقة كما قلنا بالأمن المائي، وعندما نتكلم عن الماء نتكلم عن يعني عنصر من عناصر الحياة. لو نتكلم بداية عن هذه المشاريع الكبرى التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن المائي فيما يتعلق أكيد بهذه المحطات التي تم إنجازها والتي هي الآن في طور الإنجاز. شكرا جزيلا مرة أخرى على كرم الاستضافة. الأكيد أنه الجميع يعلم
كمواطنين وحتى كأخصائيين أنه كل الدراسات تشير إلى أن التغيرات المناخية اللي تضرب العالم ككل وبالأخص منطقة الساحل والصحراء التي ننتمي إليها، تقرير الأمم المتحدة لسنة آفاق 2050 يقر بأن هنالك النقص في نسب تساقط ستفقدها منطقة الساحل والصحراء تقدر ب 20%. 20% هي كمية هائلة، ونستطيع أن نتحسس ذلك اليوم في يومياتنا، أن الأمطار قلت، السدود فرغت بنسبة لذلك. لكن مواجهة لذلك دولة استشرفت ذلك من قبل، نحن كنا نرى تذبذب في الأمطار منذ بداية الألفية، وهنالك أطلقت الدولة مشروع بالشراكة وهو البرنامج الأول، والذي هو اليوم يوفر 18 كان يوفر 17% من حاجيتنا من المياه الشروب، هي محطة تحلية مياه من سكيكدا، كاب جنات الأولى، تيبازا في فوكا الأولى، هنالك مقطع، وهنالك كهرما في إرزي، وهنالك بني صاف، هنالك هنين بتلمسان. إذن هنالك كانت هناك 11 محطة اللي قامت بها الدولة بالشراكة آنذاك، لأنه كان الميدان ليس من تخصصاتنا، لكن كانت هنالك حلول خلقت لنا مزيج من المياه الغير تقليدية نضيفها إلى احتياجاتنا آنذاك. في بداية يعني نهاية 2019 بداية 2020 الجفاف شفنا أنه استمر لمدة 5 سنوات. أطلقت السلطات العليا للبلاد برنامج سمي بالبرنامج الاستعجالي مياه 2021 اللي هو المرسى، الباخرة المحطمة، وقورسو ولتأمين الجهة الشرقية للعاصمة وولاية بومرداس بقدرة إجمالية تقدر ب 150 ألف متر مكعب يومي، يوفر لمليون ونصف المليون مواطن مياه صالحة للشرب. هنا انتقلنا إلى مرحلة جديدة من مرحلة الشراكة إلى مرحلة المجهود الوطني، لأنه هذه 3 محطات الأولى اللي كانت لأعطيت إلى مجمع سوناطراك بإشراف الشركة الجزائرية للطاقة تم إنجازه من طرف مجمعي كوسيدار ومجمع وشركة جي سي بي للهندسة فرع مجمع سوناطراك. كانت هذه التجربة الأولى في ظرف قياسي في كورونا، وتوجت كل هذه المحطات سلمت وهي في قد استغلال توفر المياه للمواطنين اللي كان فيه إشكال في الجهة الشرقية ولاية بومرداس للمياه، ونجحنا فيه مياه 2021 اللي تطلق السلطات العليا للبلد البرنامج التكميلي الأول. قبل أن نتكلم عن البرنامج التكميلي وهذه الاستراتيجية التي هي موضعت، أستفيد منك في مسألة تشخيص حال الجزائر فيما يتعلق بالمياه، بمعنى هل نحن ما دام لجأنا إلى هذا الحل، هل حقيقة على أننا الجزائر مصنفة كدولة شحيحة فيما يتعلق بالمياه حتى لجأنا إلى هذا الحل الاستراتيجي المتعلق بهذه المحطات؟ شوف هذا من باب يعني نشر للوعي عند المواطن حتى يحافظ على هذه الثروة الثمينة جدا. أكيد شوف احنا كاين دول هناك مصطلحات جديدة اليوم، هنالك دول عندها فقر طاقوي ونحن أغنياء طاقويون والحمد لله، وهنالك دول أن تصنف بالفقر المائي. الفقر المائي نحن بالجفاف المستشري وصلنا تقريبا إليه، لأنه الآن كمية تساقط الأمطار أصبحت ضعيفة جدا وأقل من المستوى ظاهرة عالمية المستوى المطلوب. نعم فقط التغيرات المناخية هي هنا، لكن كما قلوا العيب لو لم تتخذ الدولة تدابيرها. التدابير اتخذت واستشرفت من بداية الألفية وهي تتابع الجفاف المستمر ببرنامج استعجالي، والآن برنامج تكميلي أول. البرنامج التكميلي الأول جاء استجابة لهذا النقص المتسارع من المياه. نحن نتكلم عن برنامج نحن نسابق الليل والنهار لتسليمه في ديسمبر 2024، يعني هذه السنة يجدر الإشارة أنه نتكلم عن 5 محطات كبرى قدرة كل محطة فيها 300 ألف متر مكعب، يعني توفر لثلث ملايين مواطن. 300 ألف متر مكعب نضربها في 5 من شرق البلاد إلى غربها تعطينا 1.5 مليون متر مكعب يومي
يوفر ل 15 مليون مواطن على الاقل المياه الصالحه للشرب. هنا نشوفوا العمليه السريعه والاستثمار السريع اللي اطلقته الدوله رغم المشاكل الماليه اللي كانت في 2021، لكن اطلق نحن نتكلم عن استثمار يفوق 2.1 مليار دولار. هي استثمارات ضخمه تمشي بنظام الفاست تراك. ما معناه؟ يعني توفير كل شيء بالضعف، امكانيات ماديه، امكانيات بشريه، العمل 24 ساعه 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام، مهما كانت الظروف. هذه هي الاوامر، مش نقول توجيهات، هذه الاوامر صارمه ومتابعه صارمه يوميه، لانها قضيه المياه. هنا باش يعي المواطن قبل كل شيء، لانه كل هذا في خدمه المواطن الجزائري، انه نقوم بما يلزم لتعزيز الأمن المائي. لم تكتفي الدولة بذلك، لأنه عدد السكان في تزايد مستمر. نحن نسجل حوالي بين 700 إلى 800 ألف نسمة سنويا، وانتشار حضري عمراني واقتصادي. ما يمكنش نقعدوا أمالنا الاقتصادية تقعد رهينة المياه. هنالك برنامج تكميلي ثاني الذي تم تحديده، وهو 6 محطات كبرى على مستوى الولايات. هذه المحطات ستكون مهمتها نقل المياه إلى عمق 150-200 كيلومتر داخل الوطن. في البرنامج التكميلي الأول 5 محطات، هل يمكن الحديث على أنها أين متواجدة؟ عندنا الأولى في كودية الدراوش بالريحان ولاية الطرف، عندنا الثانية في تغرم توجة بولاية بجاية، عندنا الثالثة نسموها كاب جنات 2، لأنه كان كاب جنات الأولى اللي هي في ولاية بومرداس، عندنا الرابعة هي في ولاية تيبازا فوكا 2، وعندنا الخامسة اللي هي في وهران الرأس الأبيض ببلدية الكرمة. يعني نشوف هنا الانتشار مهم. الانتشار الجغرافي مهم. هنا سننتقل من 2.2 مليون متر مكعب يومي، هي مساهمة تحلية مياه البحر في نسبة مياه صالحة لشرب المواطن، إلى 42%. يعني سنتحسس بقوة الفرق بين ما كنا عليه وما سنصبح عليه في أمننا المائي في آفاق ديسمبر 2024. 42% هو مهم. سننتقل من 2.2 مليون متر مكعب يومي إلى 3.7 مليون متر مكعب يومي. آفاق 2030 سنصل إلى بين 5.5 إلى 5.7 مليون. اليوم الجزائر هي باش نفهم المواطنين، اليوم الجزائر هي الأولى إفريقيا يعني ببرنامجها، هي الثانية عربيا لما تكمل البرنامج 2024. الآن هي الثالثة، كي نكملوا 2024 ننتقل إلى المرتبة الثانية. بالاستثمارات القادمة يعني نحن سنسجل أنفسنا بين 10 دول الأوائل في العالم من ناحية تحلية مياه البحر. في الحديث على أنه في 2025 نصل إلى 45%، في 2030 60%، 2050 حوالي 80%. ديسمبر 2024 42%، ممتاز. 2030 بالبرنامج التكميلي الثاني سنصل إلى 60%. يعني هنا تكون أريحية. لماذا؟ حتى ولو إن شاء الله ربي راح ينعم علينا بالأمطار، هنا تدخل في توفير المياه للأمن الغذائي، لأنه كل متر مكعب من المياه المحلات اللي نمدها للمواطنين لاستعمالاتهم اليومية ستوفر لنا متر مكعب من المياه الصالحة للزراعة من الآبار والسدود التي ستحول هناك. إذن لما نشوف الاستراتيجية لم يترك شيء هكذا. هنالك يقين، هنالك مشكل جفاف من يقابله استراتيجية، يقابله عمليات تقوم بها الدولة للتأمين وتعزيز الأمن المائي لمواطنيها، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للبلد. نعم. والبرنامج التكميلي، كنت قد قطعتك، البرنامج التكميلي الثاني على ماذا؟ يعني هل فيه محطات أيضا ستنجز في مناطق أخرى أم أنه أكيد هذا راح تكون في بعض الأحيان كاين في تيزي وزو، كاين في مستغانم، لكن هذه المحطات هنالك شيء مختلف. المحطات اليوم هي على الشريط الساحلي، ويعني توفر بالقنوات نتاعها توفر حتى 30-60 كيلومتر، وهنا قضية عمليات تقوم بها وزارة الري. لكن 6 محطات الأخرى
لما نحطها مثلا في مستغانم ما حش تكون مهمتها انها تمد المستغانم المياه، بل ستعطي للولايات في المناطق الداخليه. تسعى الدوله لتعزيز الامن المائي عبر تحليه مياه البحر في عمق 200 كيلومتر داخل الوطن، يعني نحسب الولايات كل اللي عندنا. هنا الإشكال تقريبا سيكون منتهي، وهذه هي الاستراتيجية. يعني ديجا قلت لك أصلا ب 42% آفاق ديسمبر 2024 سنحس بفرق كبير، وتعطينا سلاسة في التسيير. هذا ليس معناه انه نذهب لاستسمحوا، يعني ربما ساخذ هذا المنبر باش نحس حتى المواطن. اكيد نحن في فتره جفاف، وهذا شيء معلوم منه. والحمد لله اننا دوله طاقويه، لانه تحليه مياه البحر هي كلفه رهيبه، لا يمكن لاي بلد انه يقوم بهذه المشاريع، لانه كلفتها كبيره جدا. الحمد لله الجزائر دوله اجتماعيه طاقوية. الدولة اليوم كما يقولوا تقوم بتمويل 95% من قيمة مياه تحلية البحر، يعني المواطن لا يدفع إلا حوالي بين 3 إلى 5%. اقتصادي أو لا، فيما يتعلق الدولة الجزائرية ما تحسبش الأموال ولا الفايدة لما يكون الأمر متعلق باجتماعيتها وبراحة المواطنين، وخاصة في الأساسيات. صحيح. وهو شيء مهم. نحن في اتصال ربما مستمر مع الأجانب في إطار العمل وإطار تبادل الخبرات، هم يندهشون حتى في زيارة، كانت هنالك زيارة لمجموعة البنك الدولي لهذه المحطات، وقفوا على يعني كيفية تسييرها، ووقفوا على النموذج الاقتصادي الذي يراعي الجانب الأكبر منه اجتماعية الدولة ودعم أسعار المياه. لأنه باش نقول لك أنه 60% من كلفة المتر المكعب في محطة تحلية مياه البحر هو متعلق بكلفة الطاقة، والطاقة التي تدعمها الدولة مباشرة. إذن هذه الكلفة تأمينها إذا أمكن، يعني هنالك نقطة مهمة لما نتكلم عن التأمين، ليس فقط في توفير المياه بل في تسيير هذه المحطات. اليوم انتقلنا من تسيير ممزوج في العقود السابقة إلى تسيير جزائري، مهندسين جزائريين. سأسأل عن مسألة إنجاز هذه المحطات من حيث كما قلت العنصر البشري، وأيضا التسيير، وأيضا المتابعة والصيانة. هل الآن أصبحت كلها تتم بكفاءات جزائرية وتحكم في المسألة من الإنشاء إلى التوزيع والمتابعة؟ شوف، هو قضية التوزيع هي تقوم بها المؤسسة المعينة. نحن ننتج تحلية مياه البحر، لكن صدقني لما نشوف المهندسين الجزائريين تحكمهم في السلسلة، في الكيفية، حتى يقدر أنه في بعض الأحيان لما يروح معك في عملية الصيانة وحتى في عملية التركيب ولا في عملية البناء، يعني وكأنه تجد أنه يتحكم في موضوعه، يتحكم في الميكانيزمات بطريقة جيدة. اليوم اكتسبنا من الخبرة بعد 20 سنة من محاكاة الطرف الأجنبي، اكتسبنا من الخبرة الكافية. في السابق هذه المنشآت بيعني أقل قيمة وأقل سعة كانت تكون بين 36 و 52 شهر. بأيادي الجزائريين، يعني بالمناسبة أحيي كل الكونسورسيوم الوطني من الشركات الوطنية، فرع مجمع سوناطراك، شركة الجزائرية للهندسة، شركة الجزائرية للقنوات فرع سوناطراك، ساربي، جي سي بي، جي تي بي، شركة الأشغال البترولية الكبرى، وإضافة إلى ليناك، كل هذه المؤسسات اللي تقوم بمجهودات كبرى، إضافة إلى فرع مجمع كوسيدار وهي كوسيدار للقنوات، اللي تقوم بمجهودات جبارة، يعني ليل ونهار. يعني هنالك خبرة راي تأخذ فيها، وهنالك تأمين للمال العام، لأنه اليوم اتخذنا على عاتقنا، اقتصدنا من تحويلات العملة الصعبة. صح. يعني ما يقارب 60% أو أكثر في المئة من العملة الصعبة اللي كانت تروح لشركات الأجنبية، اليوم هي شركات وطنية، عمال جزائريين، مهندسين، أموال تذهب تقعد بصريح العبارة، تقعد تجهيزات التكنولوجيا المعقدة اللي هي على بالك هو نادي مغلق عالميا، ومع ذلك
من قبل كانوا يروحوا الأجانب يروحوا يحبوا يجيبون التجهيزات، اليوم أصبحت المؤسسات الوطنية تعرف من تجي التجهيزات، تعرف وش تخير تجهيزات، وتعرف كيف تجيب تجهيزات. نتحدث عن زيارة بالمناسبة لوزير الري والفلاح التونسي التونسي، كان عندها 3 أسابيع ولا 4 بعد لقاء جمع 3 قيادات البلد ليبيا تونس والجزائر. كانت هنالك ليه زيارة إلى محطة المرسى اللي قامت بها الجزائر 100%، ويعني شاف وطرح سؤال أنه هل الجزائر هي اللي قامت بهذا الشيء، يعني قامت بهذا الشيء، ويعني عبر عن رغبته وفرحته في تبادل هذه الخبرة مع تونس اللي محتاجة هذا الأمر. الليبيين أيضا أقروا بذلك، الإخوة في موريتانيا. هنا انتقلنا إلى مرحلة جديدة هي مرحلة التحكم في بناء هذه المحطات وبالكونسورسيوم تاع المؤسسات الوطنية. يعني نسعى إلى تلبية نداء إن رغبت الدولة في ذلك، بما أنه نحن أداة من أدوات الدولة تستعملها في إطار استراتيجيتها. مهم جدا مسألة العنصر البشري الذي يشرف على إنجاز هذه المحطات، وكما قلت هي أيدي جزائري. مسألة التكوين، أين يتم التكوين؟ بمعنى من أي جهة يتخرجون حتى يشرفون على إنجاز هذه المحطات؟ الجامعة الجزائرية أكيد، هم متخرجين من الجامعة الجزائرية، جامعة التكنولوجيا في باب الزوار في شرق البلاد في غربها. الجامعة الجزائرية تكون وبطريقة ممتازة وجيدة، هنالك تكوينات إضافية على مستوى المؤسسة. وقعنا مؤخرا اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني والتمهين وإضافة إلى وزارة التعليم العالي. كانت عندنا تجربة، يعني قلناها في أحد بلاطواتكم هنا، كانت تجربة رائدة مع ولاية بومرداس مديرية التكوين المهني، وين الدفعة الأولى في تحلية مياه البحر يعني تم تخرجت. نحن نقوم اليوم بأبواب مفتوحة، كانوا هنالك طلبة الماستر التنفيذي وهم إطارات في مؤسساتهم، كانوا في زيارات إلى محطاتنا وحتى التلاميذ، لأنه هنا يجب أن يعرف الجزائري أن عملية تحلية مياه البحر، نحن في داخل المؤسسة في مجمع سوناطراك نسميها مصانع تحلية مياه البحر، مش فقط محطات، لأنه لما نشوفها نفهم مدى دقة العملية ومدى ربما ضخامتها، لأنها مش أمور بسيطة ولا، لكن هي مجهزة بأحدث التكنولوجيات أوتوماتيكية بالكامل. يعني هنا الدولة لم تدخر أي جهد في يعني إعطاء هذه المحطات بالمعايير الدولية، وهي محطات يعني لا تسير اعتباطيا، هنالك رقابة قبلية، رقابة بعدية، مخابر داخلية، مخابر عند الخروج، مخبر افتراضي أقل شيء أظن 25 سنة، يعني أقل شيء لاستغلالها 25 سنة. وهنا قلت لك التحدي، نحن نسعى في دراستنا إلى محاولة العمل بالشراكة مع شركاء من أجل إنتاج تجهيزات، لأنه هنا الأمن المائي الحقيقي. لما نولي ننتج لمومبران وهي الأغشية النصف النفاثة هنا في الجزائر، لأنها القيمة الأكبر في استغلال وصيانة هذه المحطات، نحن في محادثة جد متقدمة، لأنه إذا تم تصنيع هذه التجهيزات اللي نحتاجها هنا نستطيع أن نقول أنه أمننا جيدا هذه المحطات. شفنا في كوفيد الأمر كان صعب أكيد بالنسبة للاستيراد هذه التجهيزات ومكلف جدا، لذلك فنحن نظن والدراسة تمت، ونحن كأداة من أدوات الدولة ملزمون بالتحضير لهذه الحلول لإقرارها والعمل بها عندما تعطي لنا الدولة يعني الإشارة. يعني لما نبدأ في إنتاجها هنا نستطيع أن نقول أنه حققنا حقيقة أمن المائي في كل الجوانب. نعم، هل حجم الاستثمارات التي ذكرتها في هذا الباب، ما باب أقول تحلية مياه البحر، أيضا يتعلق بالأجيال القادمة وحقها في هذا كما قلنا العنصر الحيوي، وأنه كما قلت ليست حلول مؤقتة فقط لسنة أو سنتين، إنما حلول طويلة المدى كما قلنا، سواء الآن أو في المستقبل الأجيال القادمة أيضا تكون متوفر لها هذا العنصر الحيوي من خلال حجم الاستثمارات الكبير جدا في هذا الموضوع. قلت لك نتكلم عن أكثر من 2.1 مليار
دولار، سنضيف له تقريبا نفس الشيء في البرنامج التكميلي الثاني ليصل إلى 5 مليار دولار. وهو هنا هذه تعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذه الاحتياجات، لأنه لما يشوف واحد يقول لك احنا ب 42% تقريبا نصف احتياجاتنا تكون من تحلية مياه البحر مع شوية تساقط أمطار، لكن لا، نحن لا يمكن أن نعيش يعني بالمفاجأة، يعني يجب أن الدولة تستشرف هذا، رغم من أنه نحن في سباق مع الزمن. التقارير الدولية كانت تشير إلى 2050، لكن التقلبات المناخية الظاهر أنها يعني قبل 2050 تقلصت، يعني تغيرات مناخية، يعني نحن نتابع عن كثب هذه الدراسات والتقارير راهي تقول أنه هي متسارعة أكثر مما كان متوقع. إذن إحنا يجب أن ننتقل إلى سرعة أخرى، سرعة أخرى في التنفيذ، سرعة أخرى في البرمجة، لكي ما نكونش في هذا الضغط الرهيب. بمعنى أيضا الجزائر من باب التنويع في المصادر، بمعنى لم تذهب إلى هذا الحل، لأن كما قلت نحن في أزمة خانقة، فيه السدود، فيه المياه الجوفية على الأقل في المناطق الداخلية والجنوبية. أنا وش قلت لك؟ التنويع نعم، وإن سقطت الأمطار فأنعم به وأكرم كما يقال. أنا قلت لك في البداية أنه قضية تحلية مياه البحر كانت داخلة في مبدأ خلق مزيج من المياه، هنالك مياه كانت تقليدية سدود والأبار السطحية، وهنالك مياه غير تقليدية كانت تأتي استجابة لكانت بعض المواسم وين تنقص المياه نفتحوا محطة تحلية مياه البحر لكي نعوض هذا النقص. لكن لما شفنا أنه نقص الأمطار هو في زيادة مستمرة قابلناه بمشاريع أخرى لتعويض النقص وهلو مجر. إذن احنا في كلتا الحالتين نجهز دفاعاتنا وأمننا في كل الجوانب، كيكون الخير فالخير هذا كله للبلد ولأمن الغذائي لهذا البلد، لما ينقص وهذه إرادة من الله تكون عندنا البدائل لتوفير الأمن المائي للبلد. بمعنى فيه طمأنة للمواطن فيما يتعلق بهذه المحطات. أكيد أكيد، شوف احنا لازم كمواطنين، وأنا واحد من المواطنين، وهذه الأزمة على الماء تمسنا الكل. هنا يجب أن نتعايش وأن نتصرف مع هذه الحقبة حتى نجد الحلول. علينا أن نعي أننا نعيش في منطقة وين ظروف المناخية هي صعبة. الدولة أجابت واستجابت لهذه الظروف المتسارعة، هي في سباق مع الزمن، لأنه الحمد لله أنه لا قدر الله كاين دول ما لقاتش الحل. لما نعمل مقارنة بسيطة وعلميا هو ممكن، بلد مثل الأردن وسوريا في السابق قبل الأزمة لا تمتلك حتى يعني قنوات لإرسال الماء، هم يعني يكتفون بساعة وهي حياتهم العادية لأنهم يعيشون في الصحاري. الحمد لله نحن دولة طاقوية، هنالك استجابة، هنالك مشاريع، وبإذن الله يعني بداية نهاية 2024 بداية 2025 سنبدأ نتحسس هذا الفارق أو هذا الفرق مع دخول البرنامج التكميلي الأول حيز الخدمة. نعم، السيد مولود حشلاف مسؤول الاتصال بالشركة الجزائرية للطاقة فرع سونطراك، حدثنا عن أهمية محطات تحلية المياه البحر كمشروع وكاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي. نلقاك إن شاء الله في مناسبات أخرى. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأكارم، ما بعد المنتصف متواصل معكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. بموقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تحتل ولاية الصيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد.
بمخزونها الطاقوي وثرواتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. على غرار ولايات الوطن، ولاية شلف تحقق وثبة فلاحية وصنعية. ومشاهدي الأكارم، نستمع الآن إلى كلمة وزير الصحة الممثل لرئيس الجمهورية من دولة الأردن. سياستنا الخارجية، فإن الجزائر وهي تشارك في هذا اللقاء الحدث تود تحقيق 3 أهداف. أولا، تفعيل القرارات الأممية في وقف إطلاق النار واعتماد طرق وآليات للوقف الفوري لإطلاق النار، وترحب بالقرار 2735 الذي يجب أن يطبق فورا حتى تنتهي معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل. ثانيا، ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين وضمان حمايتها مع إعطاء صيغة تنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2728. ثالثا، ضرورة تفعيل المسار الرامي إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. وفي انتظار تحقيق هذه الأهداف ومن منطلق المسؤولية، يسعدني أن أغتنم هذه السانحة لأعلن عن قرار الجزائر بدفع بصفة مسبقة للشطر الثاني من مساهمتها المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية بعنوان السنة الجارية. أيها السيدات والسادة، ونحن نأمل أنه بعد هذا اللقاء أن تخفف معاناة إخواننا الفلسطينيين في هذا الظرف العصيب الذي يكتب كوصبة عار في تاريخ الإنسانية. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله. إذن مشاهدي الأكارم، كما قلنا، كنا نستمع لكلمة السيد عبد الحق مسيحي وزير الصحة من دولة الأردن، وهو المشارك والممثل الرئيسي الجمهورية في هذا المؤتمر رفيع المستوى بعنوان الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عقد كما قلنا الآن بدولة الإمارات. والأكيد أنه الوزير أكد على موقف الجزائر الداعم دائما للقضية الفلسطينية، وتكلم أيضا على ضرورة تقديم المساعدات، تقديم فوري للمساعدات وضمان وصولها أيضا، مع البحث عن الحل الدائم والمستدام والمستمر لهذه القضية ولرفع هذا العدوان عن قطاع غزة. والأكيد أننا سنعود لهذه الكلمة بالتفصيل في فضاءتنا الإخبارية اللاحقة ما بعد المنتصف. مشاهدينا الكريم، مستمر معكم بعد هذا الفاصل. بموقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والتقوية، تحتل عين صالح مكانة هامة جعلت منها نقطة وصل بين مناطق الشمال وأقصى الجنوب. خنشلة تستعيد حيويتها التنموية بفضل البرامج والمشاريع المخصصة لهذه الولاية التاريخية والاقتصادية. تصنيف الريادة في مجال الاستثمارات الصناعية والمشاريع الخلاقة للثروة، ما يجعلها ولاية بطابع اقتصادي متفرد. بمخزونها الطاقوي وثرواتها الطبيعية تشهد ولاية الأغواط تنمية اقتصادية تساهم أيما إسهام في التنمية الوطنية. غرار ولايات الوطن، ولاية شلف تحقق وثبة فلاحية وصناعية بفضل المشاريع المجسدة ضمن البرامج الوطنية المسطرة. التنمية تشق طريقها نحو إليزي. هذه الولاية الواعدة في مجال الاستثمار والمشاريع الكبرى في شتى المجالات. ميناء جنجل وأهميته في تعزيز الحركية الاقتصادية بجيجل عامل يشكل ركيزة حقيقية في تفعيل عمل المنطقة الصناعية ببلارة والعديد من المؤسسات الصناعية عبر الوطن.
الوادي القطب الفلاحي والصناعي بامتياز، تسعى إلى تحقيق المزيد من المشاريع وتنويعها إلى مجالات مختلفة. بموروثها التاريخي والحضاري تسجل المزيد من المشاريع الفلاحية والتنموية وتتأهب لانطلاقة صناعية حقيقية. للتلفزيون الجزائري مراسلكم أحمد بن مسعود من ولاية عين صالح. عبد الرحمن شباح مراسلكم من ولاية خنشلة. من ولاية الأغواط فؤاد حماني للتلفزيون الجزائري. من ولاية الصيف راسلكم السعيد بنونيس. راسلكم إبراهيم بالخير من ولاية إليزي. عبد الرحيم شمعوني مراسل التلفزيون الجزائري من ولاية جيجي. محمد العيد لبيهية من ولاية الوادي للتلفزيون الجزائري. من ولاية النعامة راسلكم عبد المجيب شادلي. كريمة لشمط التلفزيون الجزائري مراسلتكم من ولاية الشرفة. تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم، متواصلون معكم من خلال هذا الفضاء الإخباري ما بعد المنتصف الذي يأتيكم مباشرة من الجزائرية الإخباري، ونواصل في عرض ملفاتنا لنهار اليوم، ونتحدث فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات. في هذا الموسم تم إطلاق شارة أول سفينة جزائرية لتفتيش صيد التونة الحمراء في المياه الدولية. نتحدث عن هذه السفينة الجزائرية التي أطلقت لأول مرة فيما يتعلق كما قلنا بتفتيش صيد التونة، سفينة علمية سنتحدث عنها وعن أدوارها وفيما يتعلق أيضا بصيد التونة في المياه الإقليمية الدولية وحصة الجزائر وكيف تتفاعل الجزائر مع هذا الموضوع. يحدثنا عن هذا الموضوع السيد عبد الرحمن هنتور مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فمرحبا بك. شكرا، مساء الخير وشكرا على هذه الاستضافة. العفو ومرحبا بك. بداية لو نتحدث عن طبيعة هذه السفينة التي أطلقت لأول مرة، ويقال أنه من أدوارها هي تفتيش صيد التونة الحمراء في المياه الدولية، هكذا حدثنا عن هذا المنجز وهذه السابقة بالنسبة لقطاعكم قطاع الصيد البحري. نعم بالفعل، يعني هذه تعتبر أول سنة وين الجزائر تشارك عبر سفينة تفتيش وسفينة مراقبة عملية الصيد بالمياه الدولية، يعني في إطار حملة صيد التونة لسنة 2024. احنا عملنا على مستوى الوزارة بتجهيز سفينة العلمية، سفينة جرين بالقاسم، يعني تابعة للمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات. هذه السفينة يعني سفينة طولها 40 متر هكذا، طولها 40 متر، سفينة يعني مجهزة ومعدة بأحدث تجهيزات يعني تكنولوجية. سفينة تم اقتناؤها سنة 2010، وسفينة يعني قامت كل سنة تقوم بعملية تقييم للمخزون الصيدي في الجزائر، يعني سفينة أيضا مسيرة من طرف طاقم بحري مؤهل، طاقم تابع للشركة العمومية كنان ميد. يعني كما قلنا هذه المهمة تكتسي طابع خاص، طابع هام بالنسبة لنا كبلد، وأيضا يعني راح تكون انطلقت السفينة حاليا، هي في طريق يعني باش تلحق المنطقة الصيد في جنوب غرب مالطا. يعني هذه المنطقة تشهد تدخل سفن حاملة لراية الوطنية 34 سفينة، وأيضا سفن أجنبية، سفن صيد تونة، سفن بشباك الكيسية، وأيضا قاطرات يعني الأقفاص تاع العائمة يعني لنقل التونة الحمراء. احنا كما قلنا سيد الكريم، عندما نقول أسف على المقاطعة، نعم، عندما نقول سفينة علمية، ما هي الأدوار التي تقوم بها بالإضافة إلى التفتيش؟ بمعنى على ماذا تعكف هناك، خاصة وأنها جزائرية، ما الذي ستتابعه وتفتشه؟ نعم. ما الذي ستبحث عنه من مخالفات بين قوسين؟ نعم، يعني ما يخفناش أنه سمك التونة، يعني صيد سمك التونة يعني يتم بموجب لوائح دولية. الجزائر عضو في اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونيات بالمحيط الأطلسي، منظمة أو لجنة إيكات منذ سنة 2020. الجزائر أيضا بلد نشط، بلد فعال في هذه اللجنة، حيث نحوز حاليا على حوالي 5% من إجمالي الحصة يعني المرخص بصيدها. يعني ما يخفناش أنه
إجمالي الحصة المرخص بصيدها هي حوالي 40,000 طن، والجزائر تحوز على نسبة معتبرة 5% من بين 53 دولة منخرطة في هذه اللجنة. احنا كما قلنا صيد التونة يخضع لضوابط رقابية، لضوابط متابعة ولضوابط تفتيش. يعني هذا المخزون الصيدي، مخزون التونة الحمراء، مخزون يعني كما نقولوا عنده أهمية كبيرة للجزائر والباقي الدول الأعضاء في هذه اللجنة. أهمية غذائية واقتصادية. نعم، غذائية واقتصادية على حد سواء، وين تستوجب المحافظة على هذه الثروة انطلاقا واعتبارا يعني من مكانة الجزائر في هذه اللجنة، يعني ويعني احترامها الكامل والتام يعني لالتزاماتها الدولية. يعني قمنا بهذه السنة بإرسال سفينة تفتيش كباقي الدول. يعني ما يخفناش أن اللجنة حددت بعض يعني شروط اللي بموجبها يتم إرسال سفينة تفتيش. من بين هذه الشروط أنه لما البلد يحوز أكثر من 15 سفينة مشاركة في حملة الصيد، يعني ضروري عليه أنه يوضع سفينة تفتيش في منطقة الصيد. احنا السفن تاعنا اليوم راه العدد تاعها 34 سفينة حاملة للراية الوطنية، يعني الأسطول تحسن كثير انطلاقا من سنة 2010، وبمجرد التحاق هذه السفينة بمنطقة الصيد راح تباشر العمل تاعها، عمل يعني تفتيش سفن حاملة للراية الوطنية وسفن أيضا أجنبية. على متن هذه السفينة يعني مفتشين، ثلاث مفتشين يعني ذو مستوى، ذو كفاءة، ذو تأهيل وتكوين عالي، يعني مفتشين يعني كان عندهم احتكاك على المستوى الدولي، يعني ونقدروا نقولوا أنه يعني المستوى تاعهم يضاهي مستوى يعني مفتشين دوليين اللي كانوا سبقونا في هذا المجال. يعني عمليات التفتيش راح تكون كما قلنا وفقا لضوابط لجنة إيكات، يعني بمجرد يعني الالتحاق بالمنطقة راح يتم رصد السفن المشاركة، يعني سفن جزائرية وأيضا سفن أجنبية بالخصوص، وراح يتم التعامل مع هذه السفن بموجب يعني لوائح لجنة وتنظيم أيضا تاع لجنة إيكات. الجزائر لم يسجل عليها أي تحفظات يعني منذ انطلاقها في ربما الصيد التونة في المياه العالية أو الإقليمية، بما أن الجزائر تلتزم بالتحفظات وهذا معيار بين المعايير ربما التي منحت لي أو اتخذت بعين الاعتبار فيما يتعلق بالجزائر وانضباطها فيما يتعلق بعدم الخروج عن هذه اللوائح الضابطة لمسألة صيد التونية. نعم بالفعل، يعني نوليو السنوات الوراء، يعني القطاع ولما نتكلموا على القطاع نتكلموا على الجزائر، لأنه كاين مشاركة العديد من الدوائر الوزارية الأخرى في عملية المراقبة، عملية التحضير أيضا وعملية متابعة صيد التونة الحمراء. احنا يعني كنا عملنا على إدراج يعني نصوص تنظيمية تسمح لنا بمتابعة ومراقبة عملية الصيد، صيد التونة في المياه الدولية. ما يخفناش أنه على متن كل سفينة نقوم بإركاب ملاحظ مراقب وطني، يعني هو في الأساس مفتش صيد بحري ينتمي لإدارة الصيد البحري، يعني عنده مؤهلات دراسية، مؤهلات أيضا تقنية، وعلى مستوى كما قلنا كل سفينة يتم إركاب هذا الملاحظ اللي يكون باتصال مباشر، اتصال يومي مع الإدارة المركزية، يراقب يعني عملية الصيد، يراقب أيضا عملية ملء يعني ضفاطر الصيد، عملية أيضا ملء يعني الأوراق الخاصة بعملية نقل التونة. يعني هناك العديد من يعني الأوراق التي يتم يعني ملؤها من طرف ربان سفينة. الملاحظ المراقب الوطني يعني يقوم بعملية تفقد، عملية متابعة، عملية مراقبة يومية كما قلنا لعملية الصيد، وعملية أيضا ملء وإرسال المعطيات والبيانات إلى الإدارة المركزية. كاين أيضا إجراء آخر، يعني جميع السفن الجزائرية المشاركة في حملة صيد التونة يعني مجهزة بمعلم لتحديد الموقع، معلم لتحديد الموقع يعني المعروف تحت اسم
نظام الفي ام اس، نظام تتبع سفن يعني الصيد البحري. مستويات بالنسبه لادوار هذه السفينه تحديد الموقع. نعم. وايضا المراقبين على مستوى سفن الصيد. نعم. وفيه المشاركه في الصيد في حد ذاته. نعم، يعني لو كان نزيدوا نضيفوا لهذو الاجراءات، كاين اجراءات يعني قبليه نقوم باعتمادها مع المصالح المختصه، المصلحه الوطنيه لحرس السواحل، عبر تفتيش هذه السفن، يعني تفتيش جد صارم يعني حول تأهيل وجاهزية هذه السفن للمشاركة، وأيضا تفتيش ومراقبة احترام التنظيم الوطني الساري، وأيضا تنظيم أو لوائح لجنة إيكات. لو نضيف لهذه الثلاث يعني مستويات من تفتيش المراقبة والتتبع، نتكلم أيضا على خلية مركزية على مستوى الوزارة لتقوم يعني بعمل تنسيقي مع المراقبين والملاحظين الوطنيين، بعمل أيضا تتبع نظام أو نظام تتبع السفن، وأيضا عمل تنسيقي مع سفينة التفتيش، سفينة جرين بالقاسم. كل هذه المعطيات يعني سمحت لنا أننا اليوم نصل لمستوى امتثال يعني جد متقدم. نقدر نقول السفن الجزائرية التي يتم تفتيشها على مستوى الموانئ أو حتى في البحر في المياه الدولية من طرف سفن تفتيش دولية، يعني هذه التفتيشات يعني لا ينجر عليها أي ملاحظات أو يعني دي بريسكريبسيون من حيث الامتثال. في إطار تحضيرنا لهذا الموضوع، الهيئة العامة للمصايد صنفت الجزائر في المرتبة الأولى من حيث ماذا؟ نعم، يعني ما يخفناش أن الجزائر أيضا عضو في اللجنة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط بموجب مرسوم رئاسي منذ سنة 2003. هذه اللجنة يعني هي عبارة عن منظمة الفاو في البحر الأبيض المتوسط، تجمع جميع دول البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى دول البحر الأسود. يعني اللجنة هذه اجتمعت يوم 17 ماي من هذه السنة 2024، وين القطاع شارك في هذه صدر الاجتماع، وانطلاقا يعني من العرض التي قدمته الجزائر بخصوص يعني النصوص التنظيمية التي تؤطر عملية الصيد، نصوص أيضا تنظيمية التي تساهم في الحفاظ والمحافظة على الثروة وديمومة نشاطات الصيد البحري، أيضا عرض بخصوص الجانب العلمي، جانب البحث العلمي في الجزائر، أيضا من جانب الإحصائيات، جانب أيضا يعني إحصائيات المعلومات السوسيو اقتصادية التي يتم يعني رفعها على مستوى جميع موانئ الصيد البحري. يعني انطلاقا من هذا العرض تم تصنيف الجزائر لأول مرة يعني في الصف الأول من حيث الامتثال، يعني ما فيهش العديد من الدول حاليا، نذكر الاتحاد الأوروبي أو دولة ودولتين أيضا في هذا التصنيف. الجزائر التحقت وصنفت من قبل لجنة الامتثال تابعة للجنة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط، يعني في الصف الأول من حيث الامتثال. ممتاز ممتاز. فيما يتعلق عندما تحدث عن هذا الموضوع، عادة ما يحدث سطو من طرف بعض الدول على حصص الدول الأخرى، لذلك الجزائر تحرص على أن تكون يعني حصتها ثابتة وفقا كما قلت اللوائح الدولية، من خلال كما قلت هذا الأسطول، ومن خلال أيضا هذه السفينة. نعم، ما يخفناش الأخ الكريم، يخفش أيضا على المواطن الكريم أنه السمك يعني والصيد البحري هي ثروة يعني عالمية، ثروة في بعض الأحيان جهوية، لأنه السمك يتنقل، ومن هذا المنطلق يعني البلدان يعني تنضم وتتكتل في شكل منظمات وليجان أيضا منضوية تحت يعني غطاء منظمة الفاو، أو أيضا غطاء لجان دولية تحت يعني منظمة يعني الأمم المتحدة. احنا الجزائر الحمد لله بلد نشط، بلد كما قلنا فعال، بلد يحترم، بلد يعني يقدم اقتراحات تصب كلها في مجال حماية الثروة السمكية. ولما نتكلموا على حماية الثروة السمكية، نتكلموا على كما قلنا ديمومة نشاطات الصيد البحري والآثر الاقتصادي الاجتماعي اللي راح يكون خلف هذه الأمور. كما قلت، احنا توجهنا الجزائر الحمد لله بفضل سياسة المتابعة حاليا نحو الصيد في أعلى البحار، شكلنا أسطول بحري يعني مؤهل لصيد التونة بعدما انطلقنا بسفينتين أو ثلاثة سنة 2010. اليوم عدد السفن يعني والتقنيات والتكنولوجيات وأيضا أطقم
الصيد البحري يعني الحمد لله لحقنا لدرجة كبيرة من التحكم في هذه الأمور، وانطلقنا أيضا في تصنيع السفن. لما نتكلم على تصنيع السفن الكبيرة حاليا محليا اللي تتوجه إلى الصيد في أعالي البحار، الصيد الكبير، يعني كل هذه الأمور تبرز يعني مكانة الجزائر في حوض البحر الأبيض المتوسط أو أيضا مكانتها الدولية على الساحة الدولية. يعني من هذا المنطلق وعيا يعني منا وأيضا وعيا من السلطات العليا للبلاد فيه أولوية للمجال يعني تطوير وتنمية الصيد في أعالي البحار. هل فيها أفق نظرا لقيمة هذه الثروة خاصة فيما يتعلق بسمن الطونة، هل فيها أفق لتربية المائيات في الأقفاص العائمة في أعالي البحار بالنسبة للجزائر؟ أم بالفعل يعني سمك الطونة يعني غالبية الدول ترسله إلى مزارع تسمين التونة، يعني مزارع تسمين التونة يتم يعني تسمينه لمدة 3 أو 4 أشهر حتى يعني يزيد في الوزن تاعه وتزين قيمة يعني مضافة، قيمة عملية يعني بيعه في الأخير. الجزائر حاليا والسفن الجزائرية تتعامل مع 3 يعني مزارع تسمين دولية في البحر الأبيض المتوسط، ويعني كما قلنا انطلاقا لأهمية هذه الشعبة في اقتصاد الصيد البحري والقيمة يعني المالية، القيمة السوقية تحت الأسماك، يعني حاليا يتم التحضير لإطلاق مزرعة تسمين طونة بولاية نمسان. يعني نقوم حاليا على مستوى الوزارة بمرافقة متعامل اقتصادي خاص هو أصلا يعني مجهز سفينة صيد الطونة، ويعني عنده شجاعة، كانت عنده شجاعة أنه يدخل هذا المجال، لأنه ما يخفناش أنه استثمار مكلف، استثمار يستلزم إمكانيات مادية، إمكانيات تقنية وبشرية أيضا. احنا راح تكون انطلاقة إن شاء الله السنة المقبلة، يعني نتمناو أنه يعني كل ظروف راهي مهيئة حاليا من يعني استيراد العتاد هذا اللي راح يدخل يعني في إنشاء مزرعة تسمين طونة، ونقدروا نقولوا سنة 2025 راح تكون عندنا أول يعني مزرعة لتسمين طونة، وراح يكونوا عندها يعني عوائد مالية مباشرة وغير مباشرة يعني على اقتصاد الصيد البحري. نتكلموا على مجال الشغل، راح تشغل غواصين، تشغل أيضا سفن جر، ونتكلموا أيضا على القيمة السوقية تاعها اللي راح ترتفع أكثر إن شاء الله. هو يعني صناعة تحويلية أيضا السمك، بمعنى يدخل في سلسلة غذائية أخرى. مسألة حصة الجزائر المرتفعة فيما يتعلق بسمك التونة، هل عادة يعني وفق الأعراف الدولية ترتفع الحصيلة من سنة إلى سنة منها تبقى ثابتة؟ نعم، يعني ما يخفناش أنه الحصص هذه تتوزع على الدول يعني حسب الوفرة. ونتكلموا على الوطاك يعني الإجمالي الحصة المرخص باصطيادها، يعني هو مخزون صيدي يتأثر بالعوامل المناخية، يتأثر أيضا بعملية الصيد الجائر. كل هذه الأمور يعني ممكن أنها تقلص في الحصة الإجمالية، أو على العكس يعني الاحترام تحت هذه الإجراءات الصيد البحري راح تسمح بارتفاع هذا الحصة الإجمالي المرخص. السنة يعني سنة 2023 شهدنا ارتفاع من حوالي 36 ألف طن إلى 40 ألف طن في الحصة الإجمالية المرخص باصطيادها، وكان عنده أثر على ارتفاع حصة الجزائر. احنا ما يخفى لكمش أنه يعني في تفضل في نعم. في 10 ثواني نعم، يعني راح نعملوا أكثر يعني أننا نرفع من حصة الجزائر. احنا ما نقولوش بلا حصتنا لا بأس بها ولا حصة يعني ممتازة، احنا العمل اللي راح يكون أننا نطالب دائما برفع حصة الجزائر حتى يكون عندها الأثر يعني الإيجابي على الاقتصاد الصيدي. شكرا جزيلا لك السيد عبد الرحمن هنتور، مدير مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وضبط سوق المنتجات الصيدية بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. شكرا جزيلا لك، نلقاك إن شاء الله في مناسبات أخرى. أدعوك وأدعو المشاهد الكريم لمتابعة هذا الموعد الإخباري التي تقدمه لنا الزميلة أميرة بوشير من غرفة الأخبار، مرحبا بك. نعم، شكرا لك عبد الغني خربوش. ممثلي مشاهدينا، نلتقي بعد الجينيريك.
نعم، شكرا للزميلة أميرة بوشيب، كنت معنا من غرفة الأخبار وقدمت لنا الموعد الإخباري. مشاهدي الأكارم، متواصلون معكم دائما من خلال برنامجكم ما بعد المنتصف، ولازلنا نعرض عليكم ملفاتنا لنهار اليوم. وصلنا معكم إلى حد الآن إلى الملف السياحي، والذي من خلاله سنناقش موضوع ضرورة تعزيز التكوين العلمي لضمان جودة المنتوج السياحي، ونتكلم على تكوين العنصر البشري الفاعل في القطاع السياحي، وكيف سينعكس ذلك على تقديم الخدمات في المستوى للزبائن. الحديث عن هذا الموضوع نسعد باستضافة السيد نبيل بولمخالي، مدير المدرسة الوطنية العليا للسياحة، فمرحبا بك سيدي. شكرا على الاستضافة. العفو. وسوف ان شاء الله نناقش عدة مواضيع فيما يخص التكوين في السياحة وكذلك القطاع السياحي بصفة عامة. بصفة عامة، ولا بأس ان ننطلق من العموميات، بعد ذلك نأتي الى التكوين العلمي فيما يتعلق بالجانب السياحي. سيد نبيل، السياحة كمجال مهم جدا فيما يتعلق بربما تنويع الموارد، وأيضا بعدها الاقتصادي وبعدها السياحي وتسويق صورة البلد وغيره. السياحة يعني بالنسبة إليكم كيف تنظرون إليها كقطاع استراتيجي مهم سيد نبيل؟ طبعا السياحة خاصة بالنسبة للجزائر، الجزائر شيء معروف على كل المستوى العالمي أنه بلد، يعني بلد يزخر بكل ثروات في الميدان السياحي، يعني كمادة أولية. هذا الشيء يعني مفروغ منه، ولكن احنا يعني بصفة عامة احنا واعيين أن السياحة طبعا من الموارد الهامة خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ونعمل ساهرا طبعا على تطوير والدفع إلى الأمام بالمقصد السياحي الجزائري خاصة على المستوى العالمي، على الأقل على مستوى البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا المجال نحن كفاعلين خاصة في قطاع التكوين العالي في الميدان السياحة والفندقة، طبعا المدرسة العليا للسياحة اللي موجودة منذ سنة 76 كونت يعني عدة يعني إطارات. طبعا إطارات اللي راهي حاليا تشرف على عدة قطاعات في الميدان السياحي، ونحن واعيين بضرورة طبعا توفير للقطاع السياحي يد عاملة مؤهلة، وطبعا وتسير خاصة تسير السياق العالمي فيما يخص الجودة وكل ما يتعلق بها الخدمات في المستوى. باعتقادك سيد نبيل، وانت يعني الفاعل في تأطير يعني كما قلت العنصر البشري المتعلق بالسياحة، في الجانب السياحي أين تكمن قوة الجزائر في المجال السياحي؟ هل تكمن في الجغرافيا؟ هل تكمن في التنوع؟ أم أن الجزائر لها هذا التنوع المهم جدا الذي سيضمن لنا زبون طوال السنة، يعني في الصيف والشتاء الخريف الربيع، باختلاف هذا كما قلنا التنوع السياحي سواء الديني أو الجبلي أو الصيفي أو غيره. أين تكمن قوة الجانب السياحي بالنسبة للجزائر؟ بالنسبة للجزائر كما تفضلت وقلت أن الجزائر طبعا فيما يخص الموقع الاستراتيجي في موقع الموارد السياحة المتوفرة في كل يعني أنواع السياحة يعني الموجودة، تقدر على كل حال المنتوج السياحي يكون في كل أنواع السياحة، إما السياحة الثقافية أو السياحة الدينية أو السياحة الشاطئية أو ما إلى السياحة الصحراوية. تقريب الجزائر من البلدان الرائدة في هذا الميدان. طبعا هذه القوة الأولى. أما القوة الثانية فبحكم الموقع الاستراتيجي للجزائر فإنها يعني قريبة من كل تقريب الشعوب يعني المحيطة من المنطقة، خاصة بالنسبة للجنوب أوروبا أو الشمال الإفريقي وإفريقيا، وبالتالي هذا طبعا يعتبر ستناتو كما قلنا هنا ستناتو ماجور يعني بالنسبة للسياحة الجزائرية، وهذه مش متوفرة في كل البلدان. على كل حال كما قلت الجزائر تقدر يعني يكون فيها نشاط سياحي على طول السنة بدون أي إشكال نعم، السياحة الحموية وغيرها. نعود إلى المدرسة العليا، ونحن نتحدث عن تعزيز التكوين العلمي لضمان جودة المنتوج السياحي وضرورة أن يكون العلم هو الذي يؤسس لكل شيء. لن تحدث عن المدرسة
وعن التكوينات التي تقدمها في مختلف التخصصات؟ طبعاً المدرسة الوطنية العليا للسياحة حاليا كائنة في فندق الأوراسي، موجودة منذ سنة 76. طبعا مدرسة عريقة، يعني كونت عدة إطارات يعني سامية بالنسبة للقطاع السياحي حتى الأجانب. أن المدرسة يعني من منذ قدم تكون بزاف أجانب من دول إفريقية حتى من تونس مثلا وما إلى ذلك. المهمة الأساسية بالنسبة للمدرسة هو طبعا إعداد يعني عنصر بشري مؤهل، خاصة بالنسبة لنا في المستوى العالي، يعني نكون عناصر يعني متجهة للتسيير الفندقي والسياحي. طبعا المدرسة موضوعة تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، ولدينا كذلك الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحاليا عندنا مستويين، طورين، طور ليسانس وطور الماستر. بالنسبة لليسانس حاليا عندنا اختصاصين، تسيير مؤسسات الإيواء المانجمنت ليبارجمون، وتسيير الإطعام لغستوراسيون. أما بالنسبة للماستر حاليا عندنا ماستر فيما يخص تسيير مؤسسات سياحية، فوالا ستدير خاصة بالنسبة للسياحة المستدامة توريزم ديورابل. فوالا إذن هذه التخصصات التي تقدم على مستوى المدرسة. الانتساب للمدرسة كيف يتم على ضرورة الحصول على شهادة البكالوريا؟ بمعنى من يمكنه أن يتوجه لهذه المدرسة حتى يتلقى تكوين في تخصص من التخصصات التي تقدم هنا؟ المدرسة تستقبل الشباب يعني حاصل على شهادة البكالوريا للسنة الحالية أو للسنة اللي ما قبلها وفق شروط طبعا في اختصاصات معينة. عندنا علوم، رياضيات، اقتصاد وتسيير، هذه الاختصاصات مع معدل. المعدل على كل حال كل سنة يعني من قبل الوزارة الوصية هي تحدد المعدل. وبعد طبعا كي توفر الشروط هذه في الشاب يخضع إلى مسابقة كتابية على مستوى المدرسة، مسابقة كتابية. بعد المرحلة الأولى هذه يعني المسابقة الكتابية، كل المترشحين يحصلوا على درجة 10 ما فوق يتقدموا للمسابقة الشفاهية. وبعد هذه طبعا توقع الغربلة، كما مثلا حاليا نستقبل تقريبا 75 طالب فيما يخص الليسانس. وكذلك عندنا طور الماستر، عندنا تقريبا 45 طالب في الماستر بالنسبة للسنة الأولى. هذو طبعا الطلبة اللي متحصل على شهادة ليسانس في اختصاصات كذلك معينه، وما كاش مسابقه كتابيه ولكن مسابقه على اساس الملفات نتاعهم. فوالا. وعاده المده التربص كم تمدوم السيد مخليف؟ غادي يعني السيستم ال ام دي، ليسونس ماستر دكتوراه، طبعا 3 سنين بالنسبه لليسونس وعامين فيما بعد الماستر 2. فوالا يعني كمؤسسه جامعيه. جامعيه نعم. الجانب التطبيقي هو المهم في المساله، خاصه عندما نتكلم عن السياحة خاصة في التخصص التي ذكرتها. كيف تزاولون ما بين الجانب النظري والجانب التطبيقي على مستوى المدرسة؟ طبعا بالنسبة للجانب التطبيقي نولي له أهمية كبيرة في الـ في الـ في المسار نتاع الطالب الكورسوس نتاع ليتوديون. عندنا دي ستاج يعني خاصة بالنسبة للتربصات سنوية بالنسبة لكل سنوات الأولى الثانية والثالثة. بالإضافة إلى هذه عندنا خرجات يعني ميدانية في خلال سنة، نديروا خرجات ميدانية إما بالنسبة للجانب السياحي أو بالنسبة للجانب الفندقي. وبإضافة إلى ذلك بالنسبة للسنة الثالثة كل سنة يديروا كما قلنا احنا رحلة لمدة أسبوع 10 أيام يعني تقريبا لعدة ولايات، وهذا ليشوفوا عن كثب لكل يعني المقومات السياحة للبلد، باش يكون عندهم نظرة يعني على الميدان اللي راح يدخلوا فيه ان شاء الله. سيد نبيل، عندما تكونون هؤلاء الاطارات الذين سيكونوا في المستقبل يعني اطارات في الجانب السياحي، ما الذي يجب ان يتوفر في هذا العنصر حتى يكون عنصر ايجابي داخل المنظومه السياحيه، بالاضافه الى التكوين النظري التكوين التطبيقي؟ بمعنى ما هي العناصر، ما هي المؤهلات التي لابد أن تكون في هذا الشخص لأنه سيتعامل مع زبائن، سيتعامل مع ناس قد يكونون من خارج الجزائر؟ ما هي الشروط أو ما هي الأشياء التي لابد أن تتوفر في هذا الشخص حتى يكون مناسب لهذه المهنة؟
شكرا. فعلا بالنسبة للقطاع السياحة والفندقة لديه خصوصيات على كل حال على غرار ميادين أخرى. بالنسبة للشاب هذا يعني اللي راه مقبل على الدخول يعني في العالم هذا تاع السياحة، وإذا كان شروط مسبقة هي كما سبقت وأن ذكرت من خلال المسابقة نحاولوا باش يعني نجلبوا يعني الطلبة اللي توفر فيهم شروط اللي راح تسمح لهم يتأقلموا مع الميدان هذا. من بين الشروط طبعا هو أولا أن الطالب يحب المهنة، هذا شيء شرط أساسي ابتدائي، هذا شرط طبعا ضروري عنده يعني ميول، عنده فوالا ميول بالنسبه للمهنه هذه اولا. كذلك لازم الطالب يكون عنده ثقافه عامه، لان خاصه بالنسبه للجزائر اللي والحمد لله حاليا اللي راه تشهد تطورات يعني متتابعه خاصه بالنسبه للقطاع السياحي اللي راه خدا مسار يعني تقريبا يعني راح يلحق الدرجه قصوى بالنسبه للمسار الدولي بالنسبه للسياحه، يكون عنده ثقافه عامه تسمح له باش يتاقلم مع هذا السائح او الزبون الاجنبي. كذلك لازم تكون عنده قوة شخصية، لأنه الميدان السياحي طبعا العمل في الميدان السياحي كما نقول احنا متعب، متعب صحيح. وكذلك متعب وعلى حسب متطلبات الزبون، لازم الطالب نحضروه ذهنيات مختلفة، الزبون يكون متطلب عادة طبعا وخاصة بالنسبة لاختلاف الثقافات بالنسبة للأجانب حتى بالنسبة يعني للوطن، يعني يكون عنده كل هذه المؤهلات باش تسمح له غدا إن شاء الله كي يولي إطار يعني يأطر مؤسسات أو يعني يكون يتكافأ مع متطلبات الزبائن في الوقت الحالي، وليها راه في تطور مستمر بالضبط. هذا الإقلاع الذي يشهده الجانب السياحي من خلال هذه المنشآت التي أصبحت الآن لا تقتصر على ولايات بعينها، أصبحت كل ولايات الوطن إلا في هذه المنشآت الفندقية والمركبات السياحية، هل العنصر البشري يكفي لأنه يأطر كل هذه المنشآت سيد نبيل؟ طبعا كما قلت ان الجزائر حاليا تشهد وضع خاص فيما يخص بالنسبه للتزايد يعني المستمر للهيكل القاعدي للانفراستركتور توريستيك في كل الولايات المشاريع، وهذا طبعا قراص يعني للسلطات العليا للبلاد يعني دارت تسهيلات كبيره في الميدان الاستثمار، تشجع الاستثمار السياحي، تشجع لونتربرونيا يعني تاع لي جون الشباب المقاولاتيه في الميدان السياحي لي ستارت اب، وكل هذا اسمح باش يدفع بالقطاع السياحي يعني راح يواكب يعني السير العالمي. طبعا بالنسبه للسؤال انه طبعا هذه المؤسسات تتطلب يعني مسيرين يعني طبعا يتماشاو، وكما سبقت وان ذكرت ان النوعيه اولا بالنسبه للنوعيه تاع المنتوج السياحي على بالك باللي عندنا منافسه كبيره على المستوى العالمي، منافسه كبيره، وبالتالي نركزوا خاصه على النوعيه. وكذلك ما كما تفضلنا وان سبق وان ذكرت بالنسبه لسياسه الاسعار الترويج واستعمال كل الطاقات المتوجده فيما يخص شبكات التواصل الاجتماعي وكل ذلك للترويج للسياحه الجزائريه، هي يعني في الحقيقة معروفة على كل حال تخص دفعة إيجابية وفقط. نعم. على مستوى المدرسة هل فيه عقود مع هذه المنشآت الفندقية سواء التي يعني تدخل حيز الخدمة أم أنها التي هي يعني موجودة أصلا فيما يتعلق بعقود العمل بينكم وبين هذه الفنادق بالنسبة للطلبة والمتخرجين المدرسة؟ نعم عندنا مثلا على سبيل يعني مقصد. على سبيل المثال مضينا عقد عندنا واحد 4 شهور أو 5 شهور تحت وصاية السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية بمبادرة من السيد الوزير، مضينا عقد مع الفيدرال الوطنية للمتعاملين السياحيين والفندقة اللي طبعا تجمع عدة مؤسسات فندقية وسياحية عمومية أو خاصة، ويعني الاتفاقية تتضمن أنه احنا طبعا المدرسة تكفل بالتكوين المتواصل لفائدة المستخدمين القطاع على المؤسسات، ونحن كمدرسة يعني نستفاد أولا من الأولوية بالنسبة للتشغيل وكذلك خاصة الاستاج يعني التربصات، وهذه راهي سيرة المفعول.
وعندنا طبعا حتى اتفاقيات يعني بصفه كيف نقول لك انا بصفه يعني فرديه مع عده فنادق، وكانت تسهيلات طبعا. والوصايه تاعنا وزاره السياحه هي همزه الوصل، الربط بين المؤسسات السياحيه ومؤسسه التكوين. نعم طبعاً. مهم هذه النقطه. سنواصل بمعيتك السيد نبيل بولم خالي مدير المدرسه الوطنيه العليا للسياحه، سنواصل هذا النقاش بعد هذا الفصل القصير. استدعيت الهيئة الناخبة للرئاسيات المسبقة ووجهت الأنظار إلى هنا لمعرفة هوية الطامحين لولوج قصر المرادية، لكن 7 سبتمبر 2024 وما بعده تسبقه رحلة ماراثونية تنطلق وتنتهي هنا، لكن على مراحل. المرحلة الأولى موضوع العدد الجديد من لقاء التلفزيون مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي. لقاء التلفزيون مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي هذا المساء في 9 على القناة 3 الإخبارية. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام. سيد نبيل بولمخالي، لو نتحدث ايضا فيما يتعلق دائما بمساله التكوين في الجانب السياحي، نتكلم عن هل تعينون من يدخلون الى هذه المدرسه، خاصه وانه هذا التوجه الكبير فيما يتعلق بانشاء المؤسسات الناشئه والمقاولاتيه والمقاول الذاتي، وضروره ان يستقل هؤلاء الذين يتخرجون من المدرسه بانشاء مؤسسات تقدم خدمات وتكون فاعله في الجانب السياحي. طبعا من خلال عده عمليات، يعني خاصه بالنسبه مثلا المشاركه في الصالونات، وهذه الصالونات تسمح نقربوا الطلبه من الميدان، يعني هذاك يعني نربطوا همزه توصل بين الطلبه يعني اللي راهم يعني المشروع تاعهم انهم هذه من الجانب الاول. كذلك ابرام عقود مع مؤسسات يعني بصفة فردية تسمح لنا بطبعا يعني تشجيع الشباب على أنه يلتحق بمناصب شغل يعني محددة وفق شروط محددة. وكذلك بالنسبة للمقاولاتية نحن حاليا يعني نديروا دي بورت اوفرت، يعني طبعا ايام مفتوحه على المدرسه بالنسبه للمؤسسات الفندقيه والسياحيه، باش يجيو هاد المتعاملين الاقتصاديين في الميدان السياحي والفندقي يجيو يشوفوا عن كثب، يعني هاد الايدي العامله المكونه من قبلنا، يعني باش يشوفوها يعني باش يديروا لا سيليكسيون. من جانب اخر طبعا فيما يخص التكوين تاعهم، التكوين العالي اللي راه موجود حاليا على مستوى المدرسه، طبعا في الكورسوس يعني في المسار البيداغوجي تاعهم هناك يعني مقاييس محدده، يعني تعلم الطالب كيف انه ينشا مؤسسه خاصه، وطبعا ومن خلال مناقشه المذكرات ان كان الجانب التطبيقي، وكل هذا يعني يعطيه نظره يعني معينه حول يعني المستقبل نتاعو في الميدان هذا. نعم، الطلبة على مستوى المدرسة عادة عندما ينجزون المذكرات التخرج، وعادة نعلم أن مذكرات التخرج تتناول إشكال من الإشكاليات المعرفية والعلمية، ما هي توجهات الطلبة في يعني فيما يتعلق بمشاريع بحثهم؟ ما هي هواجسهم كطلبة يودون البحث فيها ويعني يصلون بعد ذلك إلى نتائج سيطبقونها في المستقبل؟ بمعنى الطلبة عندما يذهبون إلى البحث العلمي ما هي الأشياء التي يركزون عليها اثناء بحثهم؟ طبعا حاليا يعني كان توجه يعني غالبا هو في الميل تاعهم نحو التكنولوجيات الجديده، استعمال كل الوسائل كيما لي بلاتفورم دو ريزيرفاسيون ولا طبعا طبعا التطبيقات وكل ذلك. يعني حاليا رانا نشوفوا السنوات الاخيره يعني ميل كبير فيما يخص هذا، يعني كاين في بعض الاحيان مذكرات يعني مشاريع في حد ذاتها تحول الى مشروع، يعني مشاريع في حد ذاتها تقريب مشاريع، والشباب الحق تعرف يعني عندهم امكانيات في هذا الجانب هذا. احنا بالنسبه للتكوين نعطوهم الماده الخامه وهما كذلك يطوروا في هذه، من جانب كذلك استعمال لغات بالنسبة للمدرسة حاليا رانا نتوجه في طبعا بالتدريج في استعمال مثلا اللغة الإنجليزية في التدريس في عدة مقاييس،
يعني استعمال اللغات في الميدان السياحي ويعتبر يعني شيء ضرورة. طبعا كل هذه يعني نحن كمسيرين تشجعنا ان نشوف يعني مستقبل بالنسبة للشباب، هذا عنده مستقبل في الميدان السياحي ان شاء الله. ان شاء الله يحتاج فقط الى التشجيع والمرافقة. طبعا المرافقة والتأطير يعني مناسب، وهذا طبعا في مسألة السياحة الداخلية. سيد بولمخالي، ما الذي ينقصنا حتى تكون عندنا سياحة داخلية قوية؟ نعود إلى ربما الأسئلة العامة فيما يتعلق بالسياحة وأنت تؤطر في هذا الجانب. نعم. ما الذي تحتاجه السياحة الداخلية سواء فيما يتعلق بالمنشآت وبالعنصر البشري حتى تكون عندنا سياحة داخلية والجزائري لا يتوجه يعني نحو وجهات خارجية، على عكس من ذلك يتوجه إلى السياحة الداخلية كما قلنا التي تحقق الوفرة وتحقق أيضا ربما تحقيق الرفاه الحقيقي؟ سيدي، أنا في نظري أنه أول وقبل كل شيء نهضر الواقع، يعني بالنسبة للأسعار نحن نحاول يعني القطاع السياحي رانا نشوفه يعني مجهودات كبيرة تحاول يعني باش الأسعار تكون على الأقل يعني تتساوى مع المنافسة يعني الدول القريبة بالنسبة للأسعار، وكذلك النوعية المنتوج السياحي، النوعية تاع المنتوج السياحي لازم تكون كذلك تساير. وفي هذا المجال صراحة في هذا المجال يعني رانا نشوفه يعني حاليا احنا عندنا بدراية يعني بالمنتوجات السياحية على المستوى العالمي، يعني ما كاين منتوجات يعني بصفة راهي بتطور دائم، يعني على انه خاصة انه الطالب مثلا بالنسبة للتكوين الطالب راه يشوف يعني كل ما راه صاير من حوله، وبالتالي راه يحاول يتأقلم باش يقدم منتوج للمواطن الجزائري طبعا، حتى انه كما تفضلت انه يوجه يعني غير النظرة تاعه، تكون عنده نوع من الثقافة السياحية الداخلية. داخلية نعم. ثقافة سياحية داخلية، لانه في بعض الأحيان نشوف أن السائح الجزائري بصفة عامة بعض الثقافة أنه متجه نحو الخارج، وبالتالي سنواصل في هذه النقطة بعد أن يرفع على مسامعنا الآن أذان صلاة العصر لعاصمة البلاد ومجاورها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أذن لصلاة العصر بتوقيت عاصمة البلاد وما جاورها. نعود بأسماء حضراتكم إلى ما بعد المنتصف وملفنا السياحي الذي من خلاله نقف عند موضوع تعزيز التكوين العلمي لضمان جودة المنتج السياحي. ويحدثنا في الموضوع سيد نبيل بولمخالي مدير المدرسة العليا الوطنية للسياحة، فمرحبا بك من جديد. مرحبا. آسف كنت قطعتك وأنت تتحدث عن مسألة أنه السياحة الخارجية هي مطلوبة لمن أراد، ولكن فيه مقدرات سياحية داخلية مهمة جدا لابد على الزبون الجزائري أن ينتبه إليها، لأنه كما قلت فيها التنوع وفيها الوفرة وفيها أيضا يعني تحقيق الجانب النفسي من السياحة. سيدة طبعا احنا يعني نسعى جاهدين انه على الاقل المرحله الاولى هو مسايره ما هو موجود حاليا على المستوى العالمي فيما بالنسبه للمنتج السياحي، وطبعا باستغلال كل الموارد المتوفره في الجزائر مش متوفره في جهات اخرى، وهذا كله طبعا راح يشجع انه خاصه هدرنا انه حاليا بالنسبه للهيكل القاعدي راهي يعني راهي تتنامى بصفه يعني كبيره، وبالتالي الجزائري لازم يكون على علم بالنسبه للترويج، وكذلك على علم انه بالنسبه للمقصد السياحي الجزائري يعني توفر على كل الشروط اللي يقدر يجيبه، ربما احسن احسن من توفر بجهات اخرى. نعم. في مسألة التكوين كنت ذكرت كتخصص من التخصصات على مستوى المدرسة العليا للسياحة مسألة التكوين في جانب المطبخ، ولكن نعرف أن الجزائر بتنوعها الثقافي الكبير أيضا، هل تركزون على يعني المطبخ الجزائري التقليدي أم أنه أيضا فيه انفتاح على الأطباق العالمية، أم أنه المتخرج لابد أن يتحكم في كل هذه الأشياء لأنه الزبائن قد يختلفون في متطلباتها؟ طبعا بالنسبه للاطعام بصفه عامه او الاطعام نحن يعني طبعا من خلال مراحل التكوين انه طبعا الطالب يتكون في مخصص الاطعام اما من الجانب يعني العالمي يعني بالنسبه للريستوراسيون انترناسيونال، وكذلك نركز على الجانب التقليدي خاصة أن الجزائر عدة كل منطقة عندها يعني إطعام خاص بها وتقليد وأطباق تقليدية مشهورة حتى عالميا، وبالتالي نحاول يعني نقدموا للزائرين خاصة بالنسبة للأجنبي فيما يخص كل عرفوه بالثقافة الثقافة الجزائرية فيما يخص الإطعام، وهذا كلهم حتى أنه نقشت مذكرات على مستوى شهادة ليسانس في هذا الميدان، مذكرات فيما يخص الإطعام التقليدي يعني في المؤسسات الفندقية، هذا يعني رانا واعيين بهذا الأمر هذا، بالإضافة طبعا إلى الإطعام العالمي، وبالتالي هذا الشيء يعني كله يعني موجود. في مسألة أيضا الإيواء، لأنه في بعض الأحيان قد لا أقول نستهين بهذا الجانب مسألة الإيواء، لأنه الزبون عندما يأتي إلى فندق أو إلى مركب سياحي يعني متطلب في أبسط الأشياء انطلاقا من الديكور إلى ربما الأغطية والأفريشة إلى الرائحة إلى ربما التهوية، هذا الجانب أيضا تقدمون التكوين في هذا الجانب؟ طبعا بالنسبة لحنا نسموها الوحدة الونيتي شامبر، الونيتي شامبر هذه يعني تقريب فيها كما نسمو حنا في الفندقة دي جيتام دو كاليتي، يعني نقاط بالنسبة للجودة لازم لو مينيموم يتحقق فيها، وفيها طبعا كما قلت يعني لو ديكور فيها كل وسائل الراحة متوفرة في الغرفة وعلى حساب المتطلبات الزبون، حتى بالنسبة للثقافة تختلف في هذا الميدان هذا، وبالتالي نحاول نعطوا له هذا الاسباس دو في هذه المساحة الحياة هذه يعني توضعوا براحة تامة،
وهذا طبعا في مخلاش مقاييس محددة في البرنامج التكويني تاعهم يدرسوه يعني طوال سنة، بالإضافة طبعا كما تفضلت الاستقبال والسرير وما إلى ذلك. هذا بالنسبة إلينا الاجتماع ما تدرس طبعا الجانب السياحي يعني نقولوا احنا السرير سابرون، نعم اللي ما يعرفش نعلموه لا يتعلم على كل هذا يتطور. وهذا سي لو كاربيرون تاعنا بالنسبة لنا، هذاك هو السياحة سي لو سورير. الجزائري مضياف على كل حال، لا الحمد لله، حتى انه الدين تاعنا يشجع على الابتسامة في وجه اخيك صدقة. نعم فيه مسألة، هذه الآفاق الكبرى التي تطرح وهذه المشاريع الكبرى التي تطرح على مستوى الوطني في الجانب السياحي، هل العنصر البشري سيكون على نفس المستوى فيما يتعلق بتسيير هذه المنشآت الكبرى؟ طبعا بالنسبة للمخططات نتاع الدولة الجزائرية بصفة عامة، سلطات يعني الدولة يعني على دراية بكل هذا، بالإضافة إلى تطوير الهيكل القاعدية. طبعا هناك برنامج يعني كبير فيما يخص التكوين اللي ساير كل هذه. سيد نبيل بولم خالي، مدير المدرسة العليا الوطنية للسياحة، نشكرك جزيل الشكر على هذا الاستقبال، وشكرا على الاستضافة، وأنت الذي حدثتنا على ضرورة تعزيز التكوين العلمي لضمان الجودة في المنتج السياحي من خلال إشرافك على هذه المدرسة وتأطيرك للطلبة، بالإضافة إلى كل من هو فاعل معك في هذه المدرسة، فشكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، نلقاكم في مناسبات أخرى. مشاهدي الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم ما بعد المنتصف، أترككم على خير وألقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.